عليكم. هنبدأ موضوعنا النهارده. في الأول هنحل 6 مسائل في الكتاب المعاصر، الناس طلبوهم 6 مسائل هحلهم، وبعد كده هبدأ أخش في شابتر 3. المسألة الأولى كانت في الكتاب المعاصر بيج 96، مسألة نمبر 15. نكبرها بس كده شوية، نمبر 15، نمبر 15. نمبر 15 بيقول لي عندنا 3 واير. عندنا 3 واير، واير اسمه بي. الواير ده واقف بيربنديكولار على البيج، وفي هو اكس، اكس معناه ان الكرنت فيه بيربنديكولار انتو البيج. واير اسمه كيو، واير اسمه كيو. في نقطه جوه السيركل معناه ان الكرنت بيربنديكولار اوت البيج. واير اسمه ار جوه اكس، يبقى الواير ده بيربنديكولار برضه انتو البيج. يبقى عندنا 3 واير، بي وكيو وار. الكرنت في الواير كيو خارج بره شاشه اللابتوب، وفي الواير بي وكيو الكرنت داخل جوه شاشه اللابتوب. بيقول لي الفورس اللي على الواير بي، الفورس اللي هيتاثر بيها الواير بي، الفورس اللي هيتوصل بيها الواير بي في انهي دايركشن، في دايركشن ايه ولا بي ولا سي ولا دي. هنبدا نشتغل. هو اللي هيحرك الواير بي، اللي هيحرك الواير بي الفراكس اللي جاي له من بره، الفراكس اللي جاي له من بره، والال والاي بتوعه، والال والاي بتوعه هو الفورس اللي على الواير بي. هتبقى الفلوكس دنسيتي اللي جايله من بره في الال والاي بتوعه هو. جايله من بره منين؟ الفلوكس اللي جايله من بره جايله من الواير كيو والواير ار. الفلوكس اللي جاي للواير بي من بره جايله من الواير كيو والواير ار. تعال نشوف الواير كيو. الكرنت فيه بيربنديكولار اوت البيج، بيربنديكولار اوت البيج. يبقى ده اتجاه الفلوكس بتاعه اكوردنج لامبير رايت هاند رول. طبقا لامبير رايت هاند رول النقطه معناها الكرنت خارج بره، بره طالع لفوق. لو انت على الملزمه، حاطط الملزمه على المكتب، يبقى الكرنت طالع لفوق. الكرنت طالع لفوق يبقى ده اتجاه الفلوكس. اتجاه الفلوكس اهو بتاع الواير كيو، ده اتجاه الفلوكس بتاع الواير كيو. الواير بي، الواير بي لو انت قاعد باص على الملزمه والملزمه على المكتب، يبقى فيها الكرنت داخل لجوه، داخل جوه الملزمه، بيربنديكولار على الملزمه، داخل لجوه، داخل كده لجوه. بامبير رايت هاند رول يبقى ده اتجاه الفلوكس الناتج عن الواير ار. يبقى الواير كيو انت باص في الملزمه، والملزمه محطوطه على المكتب، يبقى الواير كيو واقف بيربنديكولار على الملزمه، صفحه الملزمه، وفي الكرنت طالع لفوق. الكرنت طالع لفوق يبقى اتجاه الفلوكس بتاعه اهو امبير رايت هاند رول. الواير ار لو انت فاتح الملزمه والملزمه محطوطه على المكتب، يبقى الواير ار بيربنديكولار على الملزمه، واقف بيربنديكولار، وفي الكرنت داخل على الملزمه يعني نازل لتحت. يبقى ده اتجاه الفلوكس بتاعه اهو، ده اتجاه الفلوكس بتاعه. يبقى الواير بي جاي له 2 فلوكس، فلوكس من كيو ده اتجاهه، فلوكس من ار ده اتجاهه، فلوكس من الواير كيو ده اتجاهه، وفلوكس من الواير ار ده اتجاهه. طبعا الفلوكس هيمشي كده سيركل سيركل، اول ما يلمس بي هيبقى تانجنت، اول ما يلمس بيها هيبقى تانجنت. يبقى اتجاه الفلوكس بتاع الواير كيو عند الواير بي هو تانجنت ونازل لتحت، هو تانجنت ونازل لتحت، هو تانجنت ونازل لتحت، هو تانجنت ونازل لتحت. اتجاه الفلوكس بتاع الواير كيو سيركل سيركل سيركل، وتيجي هنا تبقى تانجنت نازل لتحت. هطلع فوق تاني. اتجاه الفلوكس بتاع الواير ار سيركل سيركل سيركل، اول ما تيجي عند الواير بي تبقى تانجنت، تانجنت في الاتجاه ده، هتبقى تانجنت في الاتجاه ده، تانجنت في الاتجاه ده. يبقى الوضع النهائي اهو بقى الفلوكس بتاع الواير ار تانجنت في الاتجاه ده. بقى الواير بي واقع تحت تاثير 2 فلوكس بيربنديكولار، فلوكس الواير كيو في الاتجاه ده، فلوكس الواير ار في الاتجاه ده. التو فلوكس بيربنديكولار وقد بعض، لان هو قايل ان التو كارنت قد بعض. يبقى الفلوكس التوتال في الويست بالظبط عامل 45. كمان مره، الواير كيو الكارنت فيه طالع لفوق بامبير، يبقى الفلوكس بتاعه اهو سيركل كده اهو واتجاه لتحت، سيركل كده واتجاه لتحت، سيركل كده واتجاه لتحت. اول ما تيجي تلمس الواير بي تبقى تانجنت واتجاه لتحت اهو، ده اتجاه الفلوكس بتاع الواير كيو. الفلوكس بتاع الواير ار سيركل واتجاه على الناحيه دي، سيركل واتجاه على الناحيه دي، سيركل اتجاه الناحيه دي. اول ما تلمس ار تبقى تانجنت اهو، ده البي بتاع الواير ار. نرجع تاني نبص بصه تاني فوق. الواير كيو
الكام في طالع لفوق عشان في نقطه، يبقى فلوكسو اهو اهو اهو، اول ما يوصل عند ار يبقى تانجنت، اول ما يوصل عند بي يبقى تانجنت، اول ما يوصل عند بي يبقى تانجنت. فلوكس الواير ار اهو اهو اهو، عشان اكس معناه انه داخل على تحت نزل على تحت، اول ما يلمس بي يبقى تانجنت اهو، يبقى الموقف بقى كده تحت اهو، ده الموقف النهائي. التو فلوكس الوصيل الواير بي، البي بتاع ار اهو والبي بتاع كيو اهو، التو فلوكس دول بيربنديكولار وايكوال، عشان التو كرنت ايكوال، هو يدي التو كرنت ايكوال، يبقى الفلوكس بتاعهم بيتوتال في الاتجاه ده، في وسطهم بالظبط. بقى الموقف دلوقتي البي توتال في الاتجاه ده، والكرنت في الواير بي بيربنديكولار انتو البيج نازل لتحت، يبقى اتجاه الفورس عامله ازاي؟ اتجاه الفورس في انهي اتجاه؟ انت مش شايف دي دلوقتي، غمض عينك عن كلمه فورس، غمض عينك عن السهم والفورس دي خالص. الفلوكس التوتال اهو، الكرنت في الواير بي نازل لتحت، يبقى اتجاه الموشن اتجاه الفورس ازاي؟ اقول فيلمنج ليفت هاند رول، اوجه الصباع الميدل بتاع الكرنت لتحت، يلمس الصفحه لتحت، يلمس الصفحه لتحت. كمان مره انا عايز اعرف الدايركشن، عايز اعرف الدايركشن بتاع الموشن بتاع الفورس. الكرنت في الواير بي نازل لتحت، يبقى صباعك الميدل ينزل لتحت ويلمس الملزمه ويفضل واقف عليها. بعد كده لف ايدك بحيث يبقى الصباع اللي هو البوينتر اللي هو الرابع، البوينتر اللي جنب الصنب يبقى في الاتجاه ده. بص على الصنب هيبقى في الاتجاه، هتلاقي الصنب في الاتجاه ده. يبقى اتجاه الموشن الفورس في الاتجاه ده، يبقى الشوز هيبقى الواير الاختيار الاتجاه سي. هيبقى الاختيار بتاعنا هو الاتجاه سي. كمان مره الكرنت في الواير بي بيرمنديكولار انتو ذا بيج عشان في اكس، يبقى اصبعك الميدل ينزل لوحده كده ويلمس الصفحه. بعد كده وجه الصباع الفور البوينتر اللي قبل الصنب اللي قبل الصنب بحيث يمشي، يبقى هو ده البي توتال في الاتجاه ده. هتلاقي الصنب في الاتجاه ده. الصنب هو الفورس هو الموشن، يبقى هنختار الدايركشن اللي هو سي. هختار الدايركشن اللي هو سي. كمان لي الفورس اللي على الواير بي، اتجاه الفلوكس اللي جاي له من بره، واتجاه الكرنت بتاعه. اتجاه الفلوكس اللي جاي له من بره، واتجاه الكرنت بتاعه. الفلوكس جاي له منين؟ من كيو من ار. فلوكس كيو اهو. سيركل واتجاه تحت عشان الكرنت طالع لفوق. اتجاه زي ما انت شايف اهو. ولما تيجي تلمس بيه تبقى تانجنت. الواير ار فلوكسه اهو اهو اهو، السهم ليه اخترناه كده اهو، اكس معناها ان الكرنت نازل لتحت تحت، يبقى روتيشن اهو. ولما المس هنا هبقى تانجنت، هلمس هنا هبقى تانجنت، يبقى البي بتاع كيو نازل لتحت كده، والبي بتاع ار جاي بالعرض كده، يبقى التو فلوكس بقى بيربنديكولار. انا بعيد تاني، يبقى التو فلوكس بقى بيربنديكولار وقد بعض، يبقى الفلوكس التوتال في النص بالظبط 45 درجه في النص بالظبط. يبقى اللي معلوماتي دلوقتي ان الواير بي اللي انا عايز اعرف اتجاه حركته بيأثر عليه فلوكس في الاتجاه ده البي، والكرنت بتاعه نزل لتحت، يا ترى الموشن بتاعته تبقى على فين؟ فيلمنج ليفت هاند رول. اكس معناها الكرنت نزل لتحت داخل في صفحه الملزمه، انت حاطط الصفحه على المكتب، يبقى اصبعك الميدل نازل لتحت، وجه الصباع اللي هو الفور يبقى مع البي توتال، صباع الفور اللي بيسموه فور او بوينتر اللي هو قبل الصامب في الاتجاه ده. بص على الصنب هتلاقيه في الاتجاه ده، يبقى الصنب في الاتجاه ده، يبقى الموشن او الفورس في هذا الاتجاه. ايوه يا مريم. بس معلش هو انا بس ما كنتش بعرف احدد اتجاه الفلوكس. اتجاه الفلوكس نرجع تاني، جهزي ايدك اليمين. يعني ايه يا مريم نقطه؟ خارج بره الصفحه. او لو انت قاعده على المكتب والملزمه محطوطه على المكتب، يبقى الكرنت طالع لفوق للسقف. صح ولا ايه؟ يعني بتطلع على المكتب فاتحه الملزمه طالع للسقف، يبقى الكرنت طالع لفوق اهو، السم لفوق اهو، الروتيشن هو الفلوكس، دوران بين الصابع هو الفلوكس. الصابع دي ماشيه مع الاسهم دي ولا لا؟ لما انا بقول ايه؟ اتفقنا الكرنت لفوق رايح على السقف، كانك قاعد على المكتب والملزمه محطوطه على المكتب، الكرنت رايح على السقف، دوران ايديا اهو،
مظبوط الكلام ده ولا ايه؟ ايوه صح. انزلي على ار. يعني ايه اكس يا مريم؟ داخل جوه. يعني لو انت قاعده على المكتب وفي الملزمه يبقى الكرنت داخل على صفحه الملزمه. يعني الكرنت نازل لتحت. صح؟ دوران الصوابع ديك مع الاسهم ولا لا؟ خليها كده كويس؟ تمام. حلو قوي. السيركل دي اي سيركل؟ سيركل سيركل اول ما تلمس بيه هتبقى تانجنت. راح تمام. السيركل دي سيركل اول ما تلمس بيه هتبقى تانجنت نازله على تحت. يبقى الفلوكس بتاع كيو عند بي بيربنديكولار نازل لتحت. اتجاه الفلوكس عند ار تانجنت رايح على اليمين. شايف السيركل ديت لما تيجي هنا اول ما تلمس هتبقى تانجنت. السيركل ديت اول ما تيجي هنا اول ما تلمس هتبقى تانجنت. يبقى هوصل للفورمه اللي تحت. البي بتاع ار هو تانجنت والبي بتاع كيو هو تانجنت. يعني التو فلوكس بربنديكولار، التو فلوكس بربنديكولار. هو قال لك التو كارنت قد بعض. يبقى التو فلوكس قد بعض. يبقى الفلوكس التوتال في الويست. ده اتجاه الفلوكس التوتال خلاص. يبقى الواير بي ده اتجاه الفلوكس عليه. الواير بي الكارنت بتاعه اكس يعني نازل لتحت. يعني على المكتب والملزمه على المكتب الكارنت فيه نازل لتحت. والفلوكس عليه في الاتجاه ده. هروح موجه صوابعي. جهزي ليك الشمال. ال ال الكرنت اللي هو انهي صباع يا مريم؟ الثالث. الميدل اسمه الميدل الثالث. ماشي حلو. خلي العبي بصباع واحد بس، صباع واحد بس، افرد ايدك كلها ما تفتحيش غير صباع واحد بس. الميدل خلي الميدل بيربنديكولار انتو المكتب. لو انت قاعد على المكتب سيب اللابتوب قاعد على المكتب المزامع على المكتب افردي كل صوابعك وافتح الميدل بس وثبتيه على المكتب بربنديكولار. تمام تمام. افتحي البوينتر. البوينتر اللي هو الصباع الرابع بس فيه في الاتجاه ده وال بتاع الكرنت لامس المكتب برضه. يعني لما تحط صباع ما تشيلهوش، يفضل الميدل زي ما هو لامس المكتب والصباع الرابع في الاتجاه ده. افرد الصم هتلاقي الصم في الاتجاه ده. حصل ولا مش بيديكي مش قوي؟ لا حصل. ممكن يحط شحم في ايدينا تبقى حره الحركه. خلاص. يبقى الميدل على الصفحه وما يتشالش. اوجه الفور اللي بيقولوا عليه فور او بوينتر. اوجهه مع البي توتال. لف في ايدك هتلاقي السلام بقى هو في الاتجاه ده، يبقى ده اتجاه الفور. تمام. تمام؟ دي كانت المساله اللي هي نمره 15. انا بقول المسائل اللي هي في ناس طلبوها نمره 18. انت ما طلبتيش حاجه يا مريم؟ عايزه نتشوز الحاجات دي. ما لحقتيش ولا ايه؟ ايه؟ ما لحقتيش تذاكر الحاجات دي صح؟ اصل الحاجات دي الثانيه لا ما لحقتش. بس عامه لما بيجي حليت اول صفحه بتشوز مع مش صح. عارفه وقفت معايا. اهتم بالحاجات دي مهمه جدا وبترفع مستوانا. سؤال نمبر 18 نمبر 18 نمبر 18. قال لي سيركل لوب ماشي في الكرنت مع الساعة. أهو ده السيركل لوب ماشي في الكرنت مع الساعة. قال لي في واير محطوط بيربنديكولار على السيركل لوب. والكرنت فيه بيربنديكولار أوت البيت عشان في نقطة. سيركل لوب محطوط كده أهو نايم على شاشة اللابتوب. السيركل لوب منطبق على شاشة اللابتوب. في واير بيربنديكولار على شاشة اللابتوب. والكرنت خارج منه جاي على صدري عشان في نقطة. بيقول اتجاه الفورس على الواير بي او قيمه الفورس على الواير بي هتبقى حاله ايه؟ او اتجاه الفورس على الواير بي هتبقى على فين؟ ابص كده. هو السيركل لوب ده لما بيمشي فيه كارنت بيبقى له فلوكس. خدنا ان فلوكس السيركل لوب بيبقى بيربنديكولار على بلاد السيركل لوب. يعني فلوكس السيركل لوب بيربنديكولار على بلاد السيركل لوب. يعني فلوكس السيركل لوب بيربنديكولار على شاشه اللابتوب. والواير بيرمديكال على شاشه اللابتوب. يبقى الفلوكس والواير بارلل. يبقى الانجل صفر. يبقى الفورس صفر.
كمان مره خدنا في البروبرتيز بتاعه الفلوكس على السلك بتاع السيركل لوب ان بيبقى الفلوكس بيربنديكولار على بلان السيركل لوب، يبقى الفلوكس بيربنديكولار على السيركل لوب والواير بيربنديكولار هو قايل لي على السيركل لوب. الفلوكس بيربنديكولار على شاشه اللابتوب والواير بيربنديكولار على شاشه اللابتوب، يبقى الفلوكس والواير بارلل، يبقى الانجل صفر، يبقى الفورس بصفر. كمان مره الفلوكس بيربنديكولار على السيركل لوب، السيركل لوب منطبق على شاشه اللابتوب، يبقى الفلوكس بتاعه بيربنديكولار على شاشه اللابتوب. الواير دايره جوه نقطه، معناه ان الواير ده بيربنديكولار والكارنت بتاعه خارج بيربنديكولار اوت اللابتوب، يعني كان فلوكس السيركل لوب والواير الاثنين بيربنديكولار على شاشه اللابتوب، يبقوا الاثنين بارل لبعضهم، يبقى الانجل بتاع بينهم صفر. لما تبقى الانجل صفر يبقى الفورس بصفر، يبقى الفورس بصفر. كاتب ان الفلوكس بتاع السيركل لوب بيربنديكولار على اللوب، كاتب ان الستريت واير بيربنديكولار على بلان اللوب. عرفت منين؟ سيركل وجواه نقطه، نقطه معناها ان الواير ده بيربنديكولار على شاشه اللابتوب والكرنت فيه بيربنديكولار اوت الشاشه، يبقى الفلوكس بيربنديكولار على شاشه اللابتوب والواير بيربنديكولار على شاشه اللابتوب، يبقى الفلوكس والواير بارل لبعضهم، بارل لبعضهم تبقى الانجل زيرو، يبقى الفورس بزيرو، يبقى الفورس بزيرو. تاني السيركل لوب كانه نايم على شاشه ومنطبق على شاشه اللابتوب، الفلوكس بتاعه بيربنديكولار على بلان السيركل لوب يعني بيربنديكولار على الشاشه، والواير دايره جوه نقطه معناه ان الواير بيربنديكولار على الشاشه، الفلوكس بيربنديكولار والواير بيربنديكولار، يبقوا الاثنين بارل لبعضهم، يبقى الانجل بينهم صفر، يبقى الفورس بصفر. ده السؤال كان نمبر 18. السؤال نمبر 20 بيقول لي انهي ده 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 كده كويل محطوط بارل للفلوكس، كويل عامل 6 مع الفلوكس، كويل اللي هو البلو، كويل اللي هو البلو، الكويل اللي هو البلو، كويل عامل انجل 120 مع الفلوكس، كويل اللي هو البلو عامل 80 مع الفلوكس، الخطوط دي هي الفلوكس والبلو ده هو الكويل. بيقول لي انهي رسمه في الاربعه دول الكويل بيتاثر بمينيمم تورك، مينيمم تورك، مينيمم تورك. هنا كويل بارلل، هنا كويل عامل انجل 60 مع الفلوكس، الكويل عامل انجل 120 مع الفلوكس، الكويل عامل 80 مع الفلوكس. انهي رسمه في دول فيها الكويل بيتاثر بمينيمم تورك؟ سيبنا من الكلام ده كله، انا لازم افهم هي سيتا هي فين اصلا. لما بستخدم القانون تاو بتساوي بيان ساين سيتا بيبقى سيتا الانجل ما بين الكويل والنورمال على الفلوكس. السيتا دي في القانون. الانجل ما بين الكويل والنورمال على الفلوكس. التورك يبقى مينيمم. التورك يبقى مينيمم لما تبقى ساين سيتا مينيمم، يعني سيتا مينيمم. التورك يبقى مينيمم لما ساين سيتا تبقى مينيمم، ما هم كل دول كونستنت. الفلوكس خلاص ثلاث خطوط. الكرنت خلاص متحدد، الاريا متحدده، النمبر اوف تيرن متحدد. اللي بيتغير عندي الفاكتور اللي بيتغير عندي هو الانجل سيتا. التورك يبقى مينيمم لما تبقى ساين سيتا مينيمم. ساين سيتا مينيمم يعني سيتا مينيمم، يعني سيتا مينيمم. ادور اصغر سيتا في الاربعه دول هي مين ويبقى عندها التورك مينيمم. تعال نجيب السيتا بتاع كل واحد. خد بالك السيتا الانجل ما بين الكويل والنورمال على الفلوكس. ما بين الكويل والنورمال على الفلوكس. يعني هنا سيتا ب 90. هنا سيتا ب 90. الكويل كان كده. الكويل كان كده لف وبقى بارلل. يبقى الكويل لما يبقى بارلل هنا يبقى سيتا ب 90. الكويل ده. الكويل ده لو نام على الفلوكس. الكويل ده لو نام على الفلوكس يبقى سيتا ب 90. يبقى سيتا هنا ب 90. سيتا هنا ب 90. تعالى هنا السيتا الانجل ما بين الكويل والنورمال على الفلوكس مش ما بين الكويل والفلوكس، يبقى لو انا رسمت هنا نورمال، لو رسمت هنا نورمال هتبقى السيتا 30. السيتا هنا 30 90 ماينس 60 90 ماينس 60. السيتا تبقى اللي فوق مش اللي تحت، ال 60 دي هنا دي 60، يبقى السيتا 30، يبقى هنا السيتا 30، يبقى هنا السيتا 90 وهنا 30. هنا لو رسمت نورمال، لو رسمت نورمال، لو رسمت نورمال هتبقى الانجل ما بين النورمال والكويل 30، ده كلها 120. لو رسمت نورمال هياخد 90 على اليمين يتبقى 30، يبقى الانجل ما بين الكويل والنورمال 30، يبقى هنا 30 وهنا 30. تعالى هنا لو رسمت هنا نورمال، لو رسمت هنا نورمال هيبقى الانجل ب 10، انجل ب 10، الانجل ب 10، 90 ماينس 8 يعني 10، يبقى اصغر انجل هي 10، يبقى المينيمم تورك في الفيجر دي، في الفيجر دي هنا الانجل ب 90. هنا الانجل لو رسمت نورمال هتبقى 30 بقيه ال 90. هنا لو رسمت نورمال هيبقى اتبقى لي 30.
هنا لو رسمت النورمال هيبقى ثيتا ب 10، بقيت ال 90 10، ثيتا الانجل ما بين الكل والنورمال على الفلوكس، يبقى ثيتا هنا ب 10، يبقى ده اقل ثيتا، يبقى ده اقل ساين ثيتا، يبقى ده اقل تورك، ده المينيمم تورك. الثيتا في الفيجر A كانت 90، في الفيجر B كانت 30، في الفيجر C كانت 30، في الفيجر D كانت 10، يبقى مينيمم تورك لما يبقى الانجل 10 يبقى الفيجر دي. الحمد لله. مسألة نمبر 12. نمبر 12 قال لي عندي واير بالشكل ده، واير بالشكل ده محطوط ومعرض لفلوكس داخل عليه بربنديكل وقيمته 0.2 تسلا، واير كده محطوط هوريزونتال اسمه بي اي، معرض لفلوكس اكسات، اكسات معناه ان الفلوكس داخل عليه بربنديكل، داخل عليه بربنديكل، وهنا في باتري، هنا في باتري مخرج لي كارنت اي، كارنت اي مجهول، كارنت اي مجهول وعايزين نعرفه. بيقول لي اذا كان الواير ده الماس بتاعته بير يونت لينس، الماس بتاعته بير يونت لينس 20 جرام لكل متر، 20 جرام للمتر، الماس بتاعته بير يونت لينس 20 جرام للمتر، والجرافيتي ب 10 والبيم 0.2، بيقول لي الكارنت اللي ماشي فيه يبقى قيمته كام؟ قلت له على فين؟ عشان الواير ده هانجد ان اير، عشان الواير ده يفضل متعلق في الهواء، يفضل متعلق في الهواء، الواير ده يتعلق في الهواء. واير متوصل بباتري، باتري مخرجه الكارنت مجهول القيمه والدايركشن. الواير معرض لفلوكس داخل عليه بيربنديكولار، عرفت انه بيربنديكولار اكسات، الفلوكس دينسي قيمتها 0.2 تسلا، 0.2 تسلا. قال لي ماس الواير ده بير يونت لينس 20 جرام لكل متر، والجرافيتي ب 10، قول لي الكرنت قيمته كام والدايركشن على فين؟ عشان يبقى الواير كيب هانجنج ان اير. هو امتى الواير يتعلق في الهواء؟ الواير لو انا سيبته هيقع. هيقع بسبب الويت بتاعه لتحت، الويت لتحت، الويت لتحت. طب لو انا مش عايز يقع يبقى لازم اثر عليه فورس اف لفوق، بحيث يبقى الفورس قد الويت وعكس الويت، الفورس يبقى قد الويت اللي الويت لتحت، يبقى لازم يبقى الفورس لفوق وتبقى قد الويت عشان كيب هانجنج ان اير. يبقى انا لازم عشان الواير يتعلق في الجو لازم يكون الاف قد الويت، الاف قد الويت. هي الاف دي هتجيله ازاي؟ واير ماشي في كرنت ومحطوط في وسط فلوكس، واير ماشي في كرنت ومحطوط في وسط فلوكس، يبقى هيتاثر بفورس اف بتساوي ال، يا ريت الاف دي تبقى لفوق، يا ريت الاف دي تبقى قد الويت، يا ريت الاف تبقى لفوق، يا ريت الاف تبقى قد الويت. لو الاف لفوق وقد الويت يبقى الواير المعرض لويت لتحت وفورس لفوق، والاثنين قد بعض وعكس بعض يتعلق في الجو، يبقى شرط الواير يتعلق في الجو اللي يبقى الفورس اللي هي بيلي عليه قد الويت، الفورس قد الويت، الفورس بيلي والويت ام في جي. نعوض. هو قايل لي الماس باليونت لينس 20 جرام، يبقى معلش ال اللي هجيبها تحت الام، ال اللي دي هجيبها تحت الام، هيبقى البي في الاي ام على ال في جي، هبدا اعوض البي ب 0.2، الكرنت اي عايزه الام على ال 20 جرام بير متر، ما اشتغلش بالجرام، يبقى 20 تايمز 10 بقى نيجاتيف 3، والجرافيتي ب 10، والجرافيتي ب 10. خلاص حسبنا الاي، طلع الاي ب 1 امبير، طلع الاي خلاص ب 1 امبير، طلع الاي ب 1 امبير. الواير يتعلق لما يبقى الفورس عليه لفوق قد الويت لتحت، الفورس ملي والويت ام في جي، هجيب ال تحت الام عشان هم جايين ماس باليونت لينز، عوضت جبت الاي ب 1 امبير. بيقول لي اتجاه الكرنت يبقى على فين؟ اتجاه الكرنت يبقى على فين؟ اولا انا عايز الفورس لفوق، عايز الفورس لفوق، عايز الفورس لفوق، والفلوكس بيرمنديكل انتو ذا بيتش، يبقى الكرنت في انهي اتجاه؟ يبقى الكرنت في انهي اتجاه؟ اهو انا عايز الفورس لفوق، عايز الفورس لفوق، والفلوكس اكسات بيرمنديكل انتو ذا بيتش، يبقى اتجاه الكرنت فين؟ اظبط ايدي اليمين، ايدي الشمال اسف، اجهز ايدي الشمال، فيرمنج ليفت هاند رول، فيرمنج ليفت هاند رول، انا عايز الفورس لفوق، يبقى اقفل صوابعي كلها، صوابعي كلها تتقفل، وافتح الصنب لوحده واخليه لفوق للسقف. الصنب لوحده هو بس اللي يبص على السقف. اقفل كل صوابعي، صباع صباع، اقفل كل صوابعي، واخلي الصنب بس هو اللي ماسك لفوق. الفلوكس بيربنديكولار، الفلوكس بيربنديكولار انتو شاشة اللابتوب. الفلوكس بيربنديكولار انتو شاشة اللابتوب، يبقى الصباع اللي هو الفور او البوينتر يعني يتفرد ويبقى داخل على شاشه اللابتوب، داخل على شاشه اللابتوب. هفرد الصباع الميدل، هفرد الميدل هلاقيه رايح ناحيه اليمين، هلاقيه رايح ناحيه اليمين، يبقى ده اتجاه الكرنت، ده اتجاه الكرنت. يبقى الثاني بقى في صوابع ايديا كلها بتاعت ايدي الشمال، افرد الصنب بس واخليه دايركتد لفوق. خلاص الصنب اللي هو الفورس لفوق، الفلوكس بيرمنديكولار داخل على شاشه اللابتوب، يبقى الصباع اللي هو الرابع البوينتر اخليه داخل على شاشه اللابتوب. هفرد الميدل، هفرد الميدل، هفرد الميدل، هلاقي الميدل رايح ناحيه اليمين، يبقى اتجاه الكرنت رايح ناحيه اليمين.
يبقى الكرنت ماشي على اليمين، يبقى الكرنت كده لفوق اقول له ماشي من بي رايح لايه، ماشي من بي رايح لايه. دي مساله نمبر 12. مساله نمبر 14، نمبر 14، نمبر 14. قال لي عندنا في حيطه اهي، دي حيطه، حيطه، حيطه او سقف، 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 اسف، سقف. السقف ده فيه سوستين، تو سبرينج، سبرينج وسبرينج. وفي واير هنا اسمه بي ايه، واير اسمه بي ايه. الواير ده بطريقه ما هندخل له كرنت، هندخل له كرنت، هندخل له كرنت، هندخل له كرنت، هنوصله باتري وندخل له كرنت. ومعرضينه لفلوكس اكسات، معرض لفلوكس اكسات. بيقول لي الكرنت يبقى قيمته كام؟ والدايركشن يبقى على فين؟ عشان التو سبرينج دول يبقى التنشن فيهم صفر. مش عايزين هنا تنشن، التنشن بصفر. يبقوا ماسكين في الواير، ماسكين الواير بس ما عليهمش تنشن. يبقى ده معناه ان الواير ستيبل لوحده، متعلق في الهواء لوحده. امتى الواير يتعلق في الهواء؟ لو الويت عليه لتحت ادي الفورس لفوق، لو الويت عليه لتحت ادي الفورس لفوق، لو الويت لتحت ادي الفورس لفوق، هيتعلق لوحده يبقى هدمه ينقير ويبقى السوستين دول منظر. ما فيهمش تنشن، ما فيهمش تنشن. اه شاكين فيه بس مش مشدودين ولا حاجه، كانهم مش مشدودين زي كده. اكون انا شايل طفل والطفل دوت حد سانده بايده، يبقى انا اه منظر بحاوطه بايدي، لكن ما فيش على ايدي تقل، ما فيش على ايدي تقل. بيقول لي عايزين التنشن هنا يبقى بصفر. التنشن يبقى بصفر لما يبقى الواير ده كيب هانجنج ان اير، متعلق في الهواء. الواير يتعلق في الهواء زي ما قلنا لما الويت عليه لتحت يبقى قد الفورس لفوق. اداني شويه جبل، قال ان الواير ده طوله 0.4 متر، وان الماس بتاعته 50 جرام، وان الفلوكس دينسيتي الاكسات 0.2 وجرافيتي 10. عايزين نعرف الدايركشن بتاع الكرنت وقيمته اللي تخلي التنشن في التو سبرينج دول بزيرو. خلاص اتفقنا ان الواير هيتعلق لما يبقى الفورس قد الويت، الفورس قد الويت، البيري قد الام في جي. البي جيبل 0.2، لينس الواير 0.4، الاي عايزينه الماس 50 جرام يبقى 50 تايم 10 وريم 3 وجرافيتي 10. حسبنا الكرنت طلع 6.25 امبير، جبنا الكرنت. اتجاه الكرنت زي المساله اللي قبلها بالظبط، مفيش جديد. اتجاه الكرنت زي المساله اللي قبلها بالظبط، ماشي من بيه لايه. الطلب الثاني قال لي لو عكسنا الكرنت في الواير، لو عكسنا الكرنت في الواير احسب التنشن في كل سبرينج، احسب التنشن في كل سبرينج. لو عكسنا الكرنت في الواير، لو عكست الكرنت الفورس هتتعكس، يبقى الفورس بقت بدل ما هي فوق هتبقى لتحت. لو عكست الكرنت في الواير الفورس هتتعكس، بدل ما الفورس هتبقى لفوق هتتعكس وتبقى لتحت. يبقى الواير دوت متاثر بالاتي. هو بيقول لي احسب التنشن في كل سبرينج في اللحظه دي، احسب التنشن في كل سبرينج. بقى الفورس يعني بالرياضه في اف لتحت ويت لتحت، وفي اتنين تنشن فوق، ده التنشن بتاع ده والتنشن بتاع ده وهم قد بعض لفوق. الفورس المؤثره على الواير هيبقى في اف لتحت، في ويت لتحت، في تنشن لفوق، في تنشن لفوق. يبقى تي بلس تي هيساوي اف بلس الويت، تي بلس تي هيساوي اف بلس الويت. لو عكست الكرنت الفورس اللي كانت لفوق هتبقى لتحت، يبقى الفورس المؤثره على الواير دلوقتي اف وويت لتحت وتنشن، وتنشن لفوق. يبقى تي بلس تي، تي بلس تي هيبقى الاف اللي هي بيلي بلس الام في جي. تي بلس تي يعني 2 تي. البيلي البي 0.2، ال 0.4، والاي حسبناها ب 6.25، والام 50 جرام في 10 مره 3 وجرافيتي 10. يبقى 2 تي ب 1 يعني تي ب 0.5 نيوتن. يبقى كده جبنا التنشن في كل سبرينج، في كل سبرينج. انا عندي اثنين سبرينج، ده في تنشن تي وده في تنشن تي. يبقى تي بلس تي، تي بلس تي هيساوي اف بلس الويت، الاف بيلي والويت ام في جي، وكل موجود حسبنا تي. خلصت المساله. المسألة اللي بعدها بقى دي فظيعة 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 يعني. بيقول لي عندنا واير ماشي كرنت 50 امبير، اعتقد دي اخر واحدة. بص كده دي اخر واحدة ولا تاني تاني؟ لا دي اخر واحدة، اخر واحدة.
بيقول لي ده واير 50 امبير، واير 50 ماشي فيه كرنت 50 امبير، في ريكتانجل محطوط بالشكل ده، ريكتانجل اهو، ريكتانجل محطوط بالشكل ده، ريكتانجل محطوط بالشكل ده، لو سمحت غمض عينك عن اي 2 ده خالص، غمض عينك عن اي 2 كرمز وكاسهم، غمض عينك عن اي 2 خالص، ده واير ماشي فيه كرنت 50 امبير، وده ريكتانجل بالشكل ده. الريكتانجل ده عايزين نعلقه في الجو، عايزينه يتعلق في الجو، عايزينه كده يتعلق في الجو، عايزينه يتعلق في الجو. بيقول لي الريكتانجل ده ماشي فيه كرنت قيمته كام؟ واتجاهه يبقى على فين؟ الاي 2 ده يبقى قيمته كام واتجاهه على فين؟ الاسهم دي كانك مش شايفها لسه ما اتحددتش. الاسهم دي لسه ما اتحددتش. الاي 2 بكام والدايركشن بتاعه على فين؟ وفي المساله قال لي ان الريكتانجل ده الماس بتاعته 4.5 جرام. الريكتانجل ده الماس بتاعته 4.5 جرام والجرافيتي 10 والجرافيتي 10 وعايزين نعرف الاي 2 هيبقى كام واتجاهه على فين؟ في الاول خالص انا بص لو انا افترضت ان اتجاه الكرنت ماشي مع الساعه كده، افترضت ان اتجاه الكرنت ماشي كده، هيبقى ايه الفورس اللي بتاثر على الريكتانجل؟ الفورس بتاثر على الريكتانجل هنا الواير ده والواير اي بي ماشيين كرنت في السيم دايركشن، اما يبقى التو كرنت في السيم دايركشن والتو واير بارلل يبقى الفورس بينهم اتراكشن، يبقى الواير اي بي هينجذب لفوق، فورس اللي على الواير اي بي طالع لفوق ونوعها اتراكشن. الواير سي دي الكرنت فيه ماشي كده، يبقى الواير سي دي والواير ال 50 امبير دول في الاوبزيت دايركشن، يبقى الواير سي دي معادله للريبالشن فورس، يبقى التو كرنت في الاوبزيت دايركشن يبقى الفورس ريبالشن، فورس بتزق الواير سي لتحت، يبقى الفورس اللي على الواير سي دي نازله لتحت. في ايه كمان بيأثر على الريكتانجل؟ بيأثر على الريكتانجل الويت بتاعه، الويت بتاعه لتحت، الويت بتاعه لتحت. ده الوضع بتاعنا دلوقتي، يعني لو الكرنت في الاتجاه ده، لو الكرنت في الاتجاه ده هيبقى بين الواير ال 50 امبير والواير اي بي التو كرنت في السيم دايركشن، يبقى في بينهم اتراكشن فورس، يبقى الواير اي بي بيندفع ناحيه فوق، فورس عليه اسمها الفورس اللي على الواير اي بي نوعها اتراكشن يعني لفوق. الواير سي دي هيبقى ماشي فيه الكرنت وال 50 امبير في الاوبزيت دايركشن، يبقى الواير سي دي عليه ريبالشن فورس، فورس بتزقه لتحت اسمها الاف سي دي بتزقه لتحت. في ايه كمان على الريكتانجل بيأثر الويت بتاعه لتحت؟ احنا عايزينه يتعلق في الهواء، هيتعلق في الهواء لما تبقى الفورس عليه قد اللي فوق قد اللي لتحت، لما يبقى الفورس اللي بيزقه لفوق قد اللي بيزقه لتحت، اللي بيزقه لفوق الاف اي بي دي بتزقه لفوق، اللي بيزقه لتحت الفورس اللي على الواير سي دي بلس الويت. هي دي الايكويشن المهمه، هي دي الايكويشن المهمه، هي دي الايكويشن المهمه في المساله. الواير ده عشان يبقى هانجنج ان اير لازم يكون الفورس اللي بيزقه لفوق بيساوي الفورس اللي بيزقه لتحت، اللي بيزقه لفوق الاتراكشن اف اي بي، اللي بيزقه لتحت الريبالشن اف سي دي بلس الويت. يلا نعوض، يلا نعوض الاف، ممكن اخرج دي بره بالنيجاتيف، يبقى الفورس على الواير اي بي ماينس الفورس على الواير سي دي هتساوي الويت. الفورس على الواير اي بي دي ميتوال فورس، ميتوال فورس، ميتوال فورس ميو اي 1 اي 2 ال على 2 باي دي 1 حيث هي دي دي 1 1 سم. الفورس اللي على الواير سي دي ميو اي 1 اي 2 ال على 2 باي دي 2 حيث دي 2 10 سم، 10 سم المسافه بين الواير ده والواير ده 1 سم، المسافه بين الواير ده والواير ده 10 سم، والويت ام في والويت ام في جي. نعوض، نعوض طبعا هو مديني ال ال، لو بصينا في الرسمه اللي فوق ال ال ب 25 سم، ال ال ب 25 سم، ال ال ب 25 سم، والاي 1 ب 50 امبير والاي 2 مجهول، والدي 1 ب 1 سم والدي 2 ب 10 سم، ومديني الماس 4.5 جرام في 10 باور نيجاتيف 6 في كيلو جرام، واديني الجرافيتي. خلاص عوض عوض عوض، رحت حاسب الاي 2 طلع 200 امبير، حسبنا الاي 2 طلع 200 امبير. الفورس بين الواير اي بي والكرنت 50 امبير، ميو اي 1 اي 2 ال على 2 باي دي 1. الفورس بتاع السي دي بين الواير ده والواير ده ميتوال فورس، ميو اي 1 اي 2 ال على 2 باي دي 2 هيساوي الويت ام في جي. كله موجود، كله موجود ما عدا الاي 2، كله موجود ما عدا الاي 2، كل حاجه موجوده، كل الجبل موجود ما عدا الاي 2. بيحسب الاي 2 يطلع الاي 2 200 امبير، 200 امبير. واحد يقول لي يا مستر طب لو انا خدت الكرنت العكس اللي مش هتنفع، لو خدت الكرنت العكس هيقع، ايه السبب؟ هو مين الاكبر؟ وكنا عملناها في مساله في الملزمه، هو مين الاكبر؟ على الاتجاه ده، على الاتجاه ده الفورس على اي دي ولا الفورس على سي دي؟ الفورس بصفه عامه
ميو اي 1 اي 2 ايه اللي على 2 باي دي؟ يعني الفورس انفرس مع دي، الفورس انفرس مع دي، دي صغيره يبقى دي الفورس الكبيره، يبقى الفورس دي اكبر من الفورس دي، بيعوضها الويت، بيعوضها الويت بحيث يبقى الفورس دي قد دي بلس الويت. لو انا عكست الكرنت هيبقى هنا ريبالشن ويبقى هنا اتراكشن، يبقى ريبالشن هو الاكبر، ريبالشن هو الاكبر، يبقى هيقع لتحت. لا ده انا لازم الاتراكشن يبقى اكبر من الريبالشن ويعوض ده الويت فيتعلق الريكتانجل في الجو، فلازم يبقى الكرنت ده اتجاهه عشان يبقى الفورس بتاع الاي بي اكبر من الفورس على سي دي، وفي ويت لتحت، يبقى الفورس على سي دي صغيره بلس الويت تعادل الفورس الكبيره اللي على اي بي، فيتعلق الريكتانجل ده في الهواء، فلازم اتجاه الكرنت يبقى في هذا الاتجاه، لازم الاتراكشن يبقى اكبر من الريبالشن. لو كان الريبالشن هو الاكبر هيبقى الريبالشن هو الاكبر والويت لتحت برضه كانه ريبالشن، هيبقى الريبالشن اكبر وويت اكبر يبقى هيقع الريكتانجل على تحت، يبقى لازم يكون اتجاه الكرنت في هذا الاتجاه. اصل الفورس انفيرس مع الدي، الفورس انفيرس مع الدي، الدي صغيره تديني فورس كبيره، فلازم يبقى الاف ده اكبر من ده ويعوض ده الويت، فيبقى الفورس اللي فوق قد الفورس اللي تحت يتعلق الريكتانجل ان اير. مساله مهمه جدا وفيها فكره حلوه جدا. خلص الموضوع ونخش بعد كده في شابتر 3 عنوانه الالكتروماجنتيك اندكشن. الالكترو ماجنتيك اندكشن بنبدا في الشابتر بنقول مش هدي فيه كتير عشان الامتحان بتاع يوم الثلاث، مش هدي فيه كتير عشان الامتحان بتاع يوم الثلاث ان شاء الله الساعه 8 بالليل. الامتحان برضه على شابتر 1 وشابتر 2 كله، شابتر 1 وشابتر 2 كله الساعه 8 بالليل مدته 3 ساعات. شابتر 3 بيقول عالم اسمه اوريستيد، عالم اسمه اوريستيد، شابتر ممتع، شابتر بحبه جدا، ممتع مع ان الطلبه بيشتكوا منه قوي بس انا بحبه يعني. عالم اسمه اوريستيد قال لنا في شابتر 2 ان لو جبت واير ومشيت فيه كرنت هينشا حيوان واير ده ماجنتيك فلوكس، ما بنشوفوش بعيننا لكن بحس بيه من انحراف النيدل بتاع البوصله، ابره البوصله. لو جبنا واير ومشينا فيه كرنت هينشا حوله ماجنتيك فلوكس، الماجنتيك فلوكس ده غير محسوس لكن بس اشعره لما اجيب بوصله النيدل بتاعتها الابره ديفليكت اول ما اقربها من الواير، اول ما اقربها من غير ما تلمس الواير بتنحرف، فاعرف ان في كده فلكس بقى موجود. يبقى لو واير مشي فيه كرنت ينشأ حوله ماجنتيك فيلد، ده اوريدي قال لنا في شابتر 2. جه عالم اسمه فاراداي قال لنا العكس، قال لنا لو جبنا واير وحركناه في وسط ماجنتيك فلكس، لو جبنا واير وحركناه في وسط ماجنتيك فلوكس الواير يتولد في كرنت، الواير يتولد في كرنت. شابتر 3 ما عنديش بطاريات، شابتر 3 كل الكرنت اللي بحثوا عليه في شابتر 3 كرنت شيطاني، كرنت شيطاني ملوش بطاري، ملوش اب وام، ما فيش بطاريه في شابتر 3. لكن بحثوا على كرنت عن طريق ان انا اجيب واير احركه في وسط فلوكس، او اجيب واير اثبته واخلي الفلوكس عليه هو اللي بيتغير. يعني لازم يكون الفلوكس فاريبل، لازم يكون الفلوكس فاريبل، الفلوكس فاريبل بحثوا عليه، يا اما واير احركه في وسط هذا الفلوكس، يا اما واير اثبته واحرك الفلوكس، فلما الفلوكس يتحرك يبقى قيمته بتتغير يتولد كرنت. الكرنت اللي بيتولد في الحاله دي ابوه وامه مش باتري، ابوه وامه الفلوكس الساوث والنورث، فالكرنت ده بقول عليه بسميه الانديوسد كرنت. اول ما اشوف كلمه انديوسد كرنت اقول ده كرنت ابوه وامه نورث وساوث، اول ما اشوف كلمه باتري كرنت، باتري كرنت اقول ده كرنت ابوه وامه باتري، ابوه وامه البوزيتيف بول والنيجاتيف بول للباتري. يبقى الكرنت بنولده لغايه دلوقتي بطريقتين، يا اما الكرنت احصل عليه من بطاريه، يا اما الكرنت احصل عليه بتحريك كوندكتور في فلوكس، بتحريك كوندكتور في فلوكس، او بتعريض كوندكتور لفاريبل فلوكس، بتعريض كوندكتور ثابت لفاريبل فاريبل فاريبل فلوكس. يبقى دي الاساليب اللي بنحصل بيها على الكرنت في عصرنا الحالي، يا اما اجيب بطاريه هيخرج لي منها كرنت، او الكرنت مصدره البوزيتيف بول والنيجاتيف بول للباتري وبنسميه الباتري كرنت، يا اما اجيب واير واجيب ماجنت
ان واس واخلي الفلوكس اللي هيعدي على الرؤيه ده فلوكس فاريبل، فلوكس فاريبل. الفلوكس الفاريبل بحثوا عليه عن طريق تحريك الماجنت وتثبيت الواير، او عن طريق تثبيت الماجنت وتحريك الواير في وسط هذا الفلوكس. لما واير يتحرك في فلوكس، لما واير يتحرك في فلوكس يتولد في كرنت. الكرنت ده مصدره مش باتري، ما دام مصدره مش باتري بنسميه الانديوزد كرنت، بنسميه الانديوزد كرنت. يبقى انواع الكرنت عندنا نوعين، باتري كرنت السورس بتاعه باتري، انديوزد كرنت السورس بتاعه فاريبل فلوكس بيعدي خلال الكوندكتور، فاريبل فلوكس بيعدي خلال الكوندكتور، فاريبل فلوكس بيعدي خلال الكوندكتور. يبقى لو جه قال لي اعرف الانديوزد كرنت، اقول له الكرنت اللي بينشا لما بحرك كوندكتور في ماجنتيك فلوكس، الكرنت اللي بينشا لما بحرك كوندكتور في ماجنتيك فلوكس، او لما بعرض الكوندكتور لفاريبل ماجنتيك فلوكس. لما بعرض الكوندكتور لفاريبل ماجنتيك فلوكس. عالم اسمه فاراداي بدا يعمل تجربه كبيره جدا، تجربه كبيره جدا يوضح بيها الفكره بتاعته، ان انا ممكن احصل على كرنت بدون باتري، ممكن احصل على كرنت بدون باتري. عمل تجربه حلوه قوي، جاب سلندريكال كويل. يعني ايه سلندريكال كويل؟ يعني الكويل بالشكل ده ملفوف كانه ملفوف على سلندر. الطرفين بتوعه وصلناه بجالفانوميتر صفره في الوسط، جالفانوميتر صفره في الوسط، جالفانوميتر صفره في الوسط، جالفانوميتر كده صفره في الوسط. وجبت ماجنت لو اس ولو ان، ماجنت لو اس ولو ان، ماجنت لو اس ولو ان. بسرعه الماجنت قربته من الكويل، الماجنت اهو قربته من الكويل، قربته من الكويل. فده يلاحظ ان البوينت اللي كان واقف عند الصفر ديفليكت ان اسيرتن دايركشن، زيد ريتيرن تو زيرو. البوينت بينحرف لحظه وبعدين يرجع تاني للصفر. هو امتى يرجع للصفر؟ امتى يرجع للصفر؟ طول ما الماجنت ده بيقرب البوينتر في وضع انحراف. اول ما الماجنت خلاص يقرب وهيثبت بقى ماجنت ثابت، ثابت وقف، المؤشر يتحرك للصفر، المؤشر يرجع تاني للصفر، المؤشر يرجع للصفر. شرط ان يتولد كرنت، ان لازم يكون الماجنت بيتحرك، لازم يكون في حركه، لازم يكون في حركه. طول ما الماجنت بيقرب في كرنت بيتولد. اول ما الماجنت يوصل هنا بقى وخلاص هيقف، يبقى مفيش حركه، المؤشر يرجع تاني للصفر، المؤشر يرجع للصفر. يعني ايه البوينتر انحرف؟ يعني في كرنت اتولد. الكرنت ده اتولد بدون باتري. ما دام الكرنت اتولد بدون باتري يبقى ده اسمه انديوزد كرنت، بيتولد في اتجاه معين. لحظي مومنتري كرنت، مومنتري كرنت. الكرنت في الشابتر ده كله نظامه كده. يعني ايه كده؟ يعني الكرنت بيتولد لحظه ويرجع تاني للصفر، لحظه ويرجع تاني للصفر. وهناخد الكلام ده النهارده بالتفصيل، ليه رجع للصفر؟ ده وانا بقرب الماجنت. بقرب الماجنت من سلندريكال كويل. السلندريكال كويل يعني كويل ملفوف على سلندر. متوصل بجالفانوميتر صفر في الوسط. الاقي البوينتر ده جالفانوميتر ديفليكت مومنتري لحظيا. ان اسيرتن دايركشن جنريت هيرنت في زيرو. امتى يرجع للصفر؟ لما خلاص الماجنت يقرب خلاص ومش هيقدر يتحرك تاني. يرجع المؤشر للصفر. الراجل فاراداي المؤشر اهو انحرف في الاتجاه ده لحظه وبعدين رجع تاني للصفر. الراجل فاراداي عاد التجربه تاني، عاد التجربه تاني، بس الماجنت بدل ما كان بيقربه بقى يبعده. الماجنت بدل ما كان بيقربه بقى يبعده. لقى البوينتر بتاع الجوينتر ديفليكت ان اوبوزيت دايركشن، في الاوبوزيت دايركشن، في الاوبوزيت دايركشن مومنتري. زين ريتيرن تو زيرو، زين ريتيرن تو زيرو. المؤشر انحرف في الاتجاه العكسي. وبعدين رجع تاني للصفر، رجع تاني للصفر، رجع تاني للصفر. هو امتى رجع المؤشر للصفر؟ لما خلاص الماجنت ده بعيد قوي 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 وبقى تاثيره على الكويل مفيش. برضه البوينتر بينحرف لحظيا وبعدين يرجع تاني للصفر. الراجل فاراداي انحرف اهو في الناحيه الثانيه لحظه وبعدين رجع تاني للصفر. الراجل فاراداي عمل التجربه للمره الثالثه وجاب الكويل بتاعنا ده وحط قدامه الماجنت بلا حركه. جاب الكويل وحط الماجنت بلا حركه. لقى البوينتر فيه واقف عند الصفر، لقى البوينتر فيه واقف عند الصفر. لقى البوينتر فيه واقف عند الصفر، قال لك يبقى شرط ان يتولد الكرنت ان يكون الماجنت بيقرب من الكويل. الماجنت بيقرب من الكويل. او يكون الماجنت بيبعد عن الكويل، الماجنت بيبعد عن الكويل. هو لما بقرب الماجنت ايه اللي بيحصل؟ كميه الفلوكس اللي بتخش الكويل بتزيد. ولما ببعد الماجنت ايه اللي بيحصل؟ كميه الفلوكس
اللي بتخش الكويت بتقل. زي ما اكون فاتح الدش، افتكر المثال ده كويس قوي، فاتح الدش وجبت كوبايه كبيره، الكوبايه دي لو حطيتها تحت الدش على طول كل الميه هتخش في الكوبايه. كل ما بتبعد بالميه كل ما بتبعد بالكوبايه، كل ما بتنزل بالكوبايه لتحت، كل ما بتنزل الكوبايه تحت في ميه ما بتخش في الكوبايه، بتتسرب بره الكوبايه. لما الكوبايه تبقى عند الدش بالظبط، بس تكون كوبايه كبيره واسعه شويه، كزرونه كده ولا حاجه، الكزرونه دي كل الميه اللي نازله من الدش هتخش فيها. ابعد الكزرونه ونزلها كده اتجاه الارض، هتلاقي في ميه كتير بتتسرب بره الكزرونه. نفس الكلام وانا بقرب المجنت من الكويل، كميه الفلوكس اللي بتخش الكويل في تزايد. لما الفلوكس يكون بيزيد يتولد كارنت. لما ابعد المجنت عن الكويل كميه الفلوكس اللي بتظل جوه الكويل بتقل، يتولد كارنت، بس يتولد كارنت في الاوبزيت دايركشن. لما اجيب المجنت واثبته قصاد الكويل بلا حركه، اجيب المجنت واثبته قصاد الكويل بلا حركه ما يتولدش حاجه، لان كده الفلوكس اللي بقى جوه الكويل بقى فلوكس ثابت لا بيزيد ولا بيقل. احفظ الجمله دي، الفلوكس الثابت لا يولد شيء. طول الشابتر هنفضل نقولها، الفلوكس الثابت لا يولد شيء، لازم يكون الفلوكس لاين اللي داخل الكويل بتزيد. المجنت كان بعيد كان وصل لي 10 فلوكس لاين، المجنت بيقرب بقى ب 12 فلوكس لاين، بيقرب بقى ب 14 فلوكس لاين، بيقرب بقى ب 16 فلوكس لاين، بيقرب بقى ب 20 فلوكس لاين. لما الفلوكس لاين بيزيد يتولد الكرنت في اتجاه معين. المجنت كان قريب وهيبدا يبعد، كان جوه فيه 20 فلوكس لاين، المجنت بعد بقى ب 18 فلوكس لاين، بقى ب 16 فلوكس لاين، بقى ب 10 فلوكس لاين، بقى ب 8 فلوكس لاين. لما الفلوكس لاين يقل يتولد اندوس كارنت في الاوبزيت دايركشن. لما بثبت المجنت قصاد الكويل بلا حركه، يبقى جوه الكويل فيه 20 فلوكس ثابت. الفلوكس الثابت لا يولد شيء، الفلوكس الثابت لا يولد شيء، الفلوكس الثابت لا يولد شيء. لازم يبقى فيه حركه، عشان لما يبقى فيه حركه يبقى فيه بركه. لازم يبقى فيه حركه، عشان لما يبقى فيه حركه يبقى فيه بركه. في بركه يعني في انديوز كارنت يتولد، انديوز كارنت يتولد، والفلوكس الثابت لا يولد شيء. جملتين بالعربي هيفضلوا معانا طول الشابتر. لازم يبقى فيه حركه، عشان لما يبقى فيه حركه يبقى فيه بركه. الفلوكس الثابت لا يولد شيء، الفلوكس الثابت لا يولد شيء. لازم يكون الفلوكس جوه الكويل بيزيد. 2 فلوكس لاين بقى 4 فلوكس لاين بقى 6 فلوكس لاين بقى 10 فلوكس لاين بقى 15 فلوكس لاين، يتولد انديوز كارنت. لازم يكون الفلوكس اللي جوه الكويل بيقل، كانوا 20 فلوكس لاين بقى 18 فلوكس لاين بقى 17 بقى 15 فلوكس لاين بقى 10 فلوكس لاين، يتولد انديوز كارنت بس في الاوبزيت دايركشن. لو ثبتنا المجنت قصاد الكويل بلا حركه، يبقى جوه الكويل فيه 20 فلوكس لاين ثابتين لا بيزيدوا ولا بيقلوا. الفلوكس الثابت لا يولد شيء، الفلوكس الثابت لا يولد شيء. لازم يبقى فيه حركه عشان يبقى فيه بركه، لازم يبقى فيه حركه عشان يبقى فيه بركه. الفينومنا دي اسمها الالكترو ماجنتيك اندكشن فينومنا، هنعرفها بعد شويه. بس عندنا سؤالين صغيرين. اول سؤال بيقول لي ليه البوينتر بتاع الجيومتر بينحرف؟ ليه البوينتر بتاع الجيومتر بينحرف؟ بقول له اصل ما بقرب المجنت او لما ببعد المجنت عدد الفلوكس لاين بيبقى فاريبل، فلوكس متغير، فبيتولد انديوسد كارنت هو اللي يتسبب في انحراف بوينتر الجالفانوميتر، عشان في فاريبل فلوكس بيمر بالكويل. وانا بقرب المجنت الفلوكس اللي بيخش الكويل بيزيد، وانا ببعد المجنت اواي الفلوكس اللي جوه الكويل بيقل. يبقى كده الكويل معرض لفاريبل فاريبل فاريبل فلوكس، فبيتولد انديوسد كارنت هو ده اللي بيخلي بوينتر الجالفانوميتر ينحرف. سؤال تاني بيقول لي ليه بوينتر الجالفانوميتر بينحرف في اتجاه ولما اعكس الحركه ينحرف في الجهه اللي عكسه؟ ليه؟ اقول له اصل ما بعكس الحركه، لما بعكس الحركه، لما بعكس الحركه الانديوز كارنت بيعكس حركته، الانديوز كارنت بيعكس حركته، فبالتالي المؤشر بيعكس انحرافه، المؤشر بيعكس انحرافه. وانا بقرب المجنت الفلوكس بيزيد، وانا ببعد المجنت الفلوكس بيقل. في الحالتين دول البوينتر بينحرف ولكن في الاوبزيت دايركشن. ايه السبب؟ ان الانديوز كارنت اللي اتولد عكس اتجاهه، عكس اتجاهه، عكس اتجاهه، فبالتالي البوينتر عكس انحرافه، عكس انحرافه. دول سؤالين كده ايه في السكه. الفينومينا دي اسمها الالكترو ماجنتيك اندكشن فينومينا، الالكترو ماجنتيك اندكشن فينومينا. It is a phenomenon in which
induce the current, we induce EMF, engineering in a coil, when variable flux pass through it, when variable flux pass through it. لو الديفينيشن الديفينيشن ده جه والطالب ما كتبش كلمه فاريبل يتحسب الديفينيشن كله غلط. لان شرط نتورك كارنت لازم يكون الفلكس فاريبل، يكون الفلكس بيزيد او فلكس بيقل. الفلكس الثابت لا يولد شيء، الفلكس الثابت لا يولد شيء، الفلكس الثابت لا يولد شيء. كلمه فاريبل هنا اساسيه في الديفينيشن، اساسيه في الديفينيشن. ممكن يجيبوا لك اخر السنه مكتوب جاهز ومحطوط كلمه مش محطوط كلمه فاريبل في جمله، واختيار تاني محطوط كلمه فاريبل، فتختار اللي فيه فاريبل، تختار اللي فيه فاريبل. الفلكس الثابت لا يولد انديوس، الفلكس الثابت لا يولد انديوس، شرط ان يتولد انديوس. اللي لازم يكون الفلكس اللي جوه الكويل فلكس فاريبل، يا اما فلكس بيزيد بتقريب الماجنت، او فلكس بيقل بابعاد الماجنت. اما لو ثبتت الماجنت قصاد الكويل بلا حركه اصبح الفلكس ثابت، والفلكس الثابت لا يولد شيء، لازم يكون فيه حركه عشان يبقى فيه بركه. طبعا اتجاهات الكرنت علينا بس بعد شويه. ايه الشروط؟ ان يتولد انديوز ذا كارنت يوز ام اف. ايه الشروط المطلوبه؟ ايه الشروط المطلوبه؟ نمره واحد يكون في ريلاتيف موشن، ريلاتيف موشن بين الماجنت والكويل. يعني ايه ريلاتيف موشن بين الماجنت والكويل؟ يعني الكويل ثابت والماجنت بيقرب ويبعد. أو يكون الماجنت ثابت والكويل بيقرب ويبعد. أو يكونوا الاثنين الكويل والماجنت بيقربوا ويبعدوا من بعض، دي اسمها ريلاتيف موشن، يكون في حركة. اللي لازم يكون في حركة، عشان يبقى في حركة يبقى في بركة. يبقى أول شرط إن يتولد انديوس كارنت إن يبقى في حركة. عشان يبقى في بركة، يعني يكون في ريلاتيف موشن ما بين الماجنت وما بين الكويل، ريلاتيف موشن ما بين الماجنت وما بين الكويل. الكويل ثابت والماجنت بيقرب ويبعد. أو الماجنت ثابت والكويل بيقرب ويبعد. او هما الاثنين يقربوا او يبعدوا من بعض، بحيث يبقى الفلكس اللي جوه الكويل فلكس فاريبل. لما يبقى الفلكس فاريبل يتولد انديوز، الفلكس الثابت لا يولد شيء. يبقى اول شرط يكون في ريلاتيف موشن ما بين الماجنت والكويل، ده اول شرط. الشرط الثاني ان لازم الكويل يكون كلوزد سيركت، الكويل يكون كلوزد. يعني ايه كلوزد سيركت؟ يعني ما جيبش واير مقطوع واير مقطوع وده انا عمال اقرب الماجنت وابعده والمؤشر ما بيحرفش، ما المؤشر ما بيحرفش السلكه مقطوعه. عشان السلكه مقطوعه، عشان السلكه مقطوعه لازم يكون الواير سليم. الواير سليم مش مقطوع. الواير سليم مش مقطوع دي بنقول عليها الكويل يبقى كلوزد سيركت، الكويل يبقى كلوزد سيركت، الكويل يبقى كلوزد سيركت. يبقى دول الشرطين. عشان يتولد انديوس كارنت يوز ام اف. بيتولد كارنت وام اف بالظبط زي الكارنت والام اف اللي بيتولدوا بالبطاريه العاديه، بالبطاريه العاديه، بس الفرق ان الدور كلهم لحظي. لحظي، طول ما في حركه يبقى في بركه يبقى في كرنت، اول ما الحركه تتوقف ينعدم الكرنت وتنعدم الميف. يبقى شرط ان يتولد انديوز ميف وانديوز كرنت، ان يكون في ريلاتيف موشن ما بين الماجنت والكويل عشان احصل على فاريبل فلوكس. وان الكويل يكون في كلوزد سيركت يعني السيركت سليم مش مقطوع. قانون فاراداي، قانون فاراداي، الراجل فاراداي لاحظ. الراجل فاراداي لاحظ ان لما يقرب الماجنت من الكويل او يبعد الماجنت عن الكويل، اما يقرب الماجنت او يبعده اسرع. يعني كنت في الاول مثلا بدخله كده بسرعه 5 متر في الثانيه، بين 10 متر في الثانيه، يلاقي المؤشر ينحرف اكتر، المؤشر ينحرف اكتر. لما الماجنت يخش الكويل اسرع من المره السابقه الكرنت والامبيف بتضرب بقى اكتر. قال لك هو يعني ايه الماجنت يخش اسرع؟ يعني بدل ما كان بيخش لي 5 فلكس لاين في الثانيه بيخش 7 فلوكس لاين في الثانيه. لما عدد الفلوكس لاين اللي بتخش او بتخرج من الكويل في الثانيه يزيد، الكرنت يزيد والام اف تزيد. كمان مره، الماجنت كان داخل الكويل بسرعه معينه، فكان عدد الفلوكس لاين اللي بتخش جوه الكويل في الثانيه 5 فلوكس لاين كل ثانيه. سرعنا الماجنت شويه، بقى عدد الفلوكس لاين اللي بتخش جوه الكويل او بتخرج في الثانيه بدل ما هو 5 لاين في الثانيه بقوا 7 لاين في الثانيه. لقينا البوينتر انحرف اكتر، يعني الكرنت بقى اكتر والام اف بقت اكتر. قال لك يبقى الام اف دايركت بروشنال مع عدد الفلوكس لاين اللي بتخش او بتخرج في الثانيه. عدد الفلوكس لاين اللي بتخش او بتخرج في الثانيه بنسميها الريت، الريت اوف تشينج اوف ذا فلوكس. خدته في الماس اي حاجه فيها ريت بتبقى مقسومه على التايم، بتبقى مقسومه على تايم. قال لك يبقى الام اف اللي بتتولد والكرنت اللي بيتولد دايركت بروشنال مع ريت اوف تشينج اوف ذا فلوكس، الريت اوف تشينج اوف ذا فلوكس.
كمان مره المجد كنا بندخله بالراحه او بنخرجه بالراحه، فكان عدد الفلوكس لاين اللي بتخش او بتخرج الكويل في الثانيه 5 فلوكس لاين، 5 فلوكس لاين بير سكند. سرعنا المجنت شويه في دخوله او خروجه، فبقى عدد الفلوكس لاين اللي بتخش او بتخرج في الثانيه بقى 7 فلوكس لاين في الثانيه، كانوا 5 فلوكس لاين في الثانيه بقوا 7 فلوكس لاين في الثانيه، لان البوينتر انحرف اكتر. يبقى ليه ميف والكرنت زاد، يبقى ليه ميف الدايركت بوشن معاه عدد الفلوكس لاين اللي بيتغير في الثانيه. عدد الفلوكس لاين اللي بيتغير في الثانيه بنسميها الريت، ما دام مقسوم على التايم يبقى اسمها ريت اوف تشينج اوف ذا فلوكس. قانون فاراداي بيقول الماجنتيود بتاع الاندوز الميف اللي بتتولد دايركت بوشنال مع الريت اوف تشينج اوف ذا فلوكس، الريت اوف تشينج اوف ذا فلوكس اللي بيعدي في الكويت، الريت اوف تشينج اوف ذا فلوكس بيعدي في الكويت. يعني ليه ميف دايركت بوشنال مع دلتا فاي على دلتا تي، ليه ميف دايركت بوشنال مع دلتا فاي على دلتا تي. الفلوكس اتغير قد ايه في الثانيه؟ الفلوكس اتغير قد ايه في الثانيه؟ كان 5 فلوكس لاين في الثانيه بقوا 7 فلوكس لاين في الثانيه. التاير ده اسمه دلتا فاي بير سكند، بير سكند. كان في 5 فلوكس لاين في الثانيه بقوا 7 فلوكس لاين في الثانيه، يبقى دلتا فاي على دلتا تي 2 فلوكس لاين في الثانيه. كان بيخش 5 فلوكس لاين في الثانيه، سرعنا المريض بقى يخش 7 فلوكس لاين في الثانيه، يبقى الريت اوف تشينج اوف ذا فلوكس التغير 7 ناقص 5 2 فلوكس لاين في الثانيه، يبقى دلتا فاي على تي 2 فلوكس لاين بير سكند. يبقى ليه ميف بروبوشنال مع دلتا فاي على دلتا تي، حيث دلتا فاي تغير الفلوكس. كان 5 بقى 7 يبقى 2 بير سكند، بير سكند. يبقى ميف بروبوشنال مع دلتا فاي على تي. الراجل برضه فاراداي اكتشف ان كل ما عدد التيرن يزيد، عدد التيرن يزيد، عدد لفات الكويل يزيد، الانحراف يبقى اكبر. قال يبقى ليه ميف بروبوشنال مع الان، الام اف بروبوشن مع الان، الام اف بروبوشن مع الان، عايز ان عدد اللفات. يبقى الام اف بروبوشن مع حاجتين، مع النمبر اوف تيرن ومع الريت اوف تشينج اوف ذا فلوكس. اي حاجه فيها ريت معناها ديفايد التايم، مع ريت اوف تشينج اوف ذا فلوكس. يبقى الام اف بروبوشن مع الان، والام اف بروبوشن مع ان، مع دلتا فاي على دلتا تي. يبقى الام اف بروبوشن مع حاجتين، ان ودلتا فاي على دلتا تي. يبقى الام اف ايكوال كونستنت، ان دلتا فاي على دلتا تي، الكونستنت طلع ب 1. يبقى الام اف بتساوي ان دلتا فاي على دلتا تي، يبقى الام اف بتساوي ان دلتا فاي على دلتا تي. لو جينا قلنا لك ايه الفاكتور بتاثر على الام اف اللي بتتولد في كويل، الاندوز ام اف بتتولد في كويل بتولد حاجتين، النمبر اوف تيرن عدد اللفات، والريت اوف تشينج اوف ذا فلوكس. يعني ايه الريت اوف تشينج اوف ذا فلوكس؟ يعني الفلوكس اللي بيدخل وبيخرج بيتغير قد ايه في الثانيه. كان 5 فلوكس لاين في الثانيه اصبحوا فلوكس 7 فلوكس لاين في الثانيه، يبقى دلتا فاي على دلتا تي 2، 2 فلوكس لاين بير سكند. يبقى دلتا فاي على دلتا تي ده التغير اللي بيحصل في الفلوكس في الثانيه. يبقى الام اف بتساوي ان دلتا فاي على دلتا تي، الام اف بروبوشن مع دلتا فاي على دلتا تي، الام اف بروبوشن مع الان، يبقى الام اف بروبوشن مع ان ودلتا فاي على دلتا تي. يبقى الام اف بتساوي كونستنت ان دلتا فاي على دلتا تي، الكونستنت تلعب 1، تبقى الام اف بتساوي ان دلتا فاي على دلتا تي. يبقى الفاكتور بتاثر على الاندوز ام اف اللي بتتولد في الكويل هي النمبر اوف تيرن والريت اوف تشينج اوف ذا فلوكس. الراجل فاراداي قبل ما يموت راح حط هنا علامه ساين نيجاتيف، نيجاتيف، قال لي ميف بتساوي نيجاتيف ان دلتا فاي على دلتا تي. مات من غير ما يقول النيجاتيف دي واتس ريبريزنت، مات من غير ما يقول النيجاتيف دي واتس ريبريزنت، مات وما قالش النيجاتيف دي معناها ايه. هنعرف بعد شويه النيجاتيف دي معناها ايه من تفسير المساعد بتاعه. كان في المعمل معاه مساعد اسمه لينز، كان معاه في المعمل، هو لينز اللي هيفسر لنا سر النيجاتيف اللي قالها فاراداي قبل ما يموت مباشره. يبقى ليه ميف بتساوي ماينس ان دلتا فاي على تي، والماينس دي هنعرفها بعد شويه سببها ايه. يبقى وانا بقعدها بالماجنت كل ما زود سرعه التقريب او سرعه الاخراج البوينتر ينحرف اكتر، البوينتر ينحرف اكتر. ويمكن الكلام ده في بعض الطلبه بيلاحظوه ازاي؟ بتلاقي وقت كده ابو جاب له عجله متدلعه كده، عجله حلوه متدلعه، عجله كده فيها كشافات بتنور، العجله بيبقى فيه على العجله الورانيه في دينامو حاجه كده، دينامو لما كل الواد ما يسوق العجله الكشافات تنور لوحدها، الكشافات بتاعت العجله تنور لوحدها. الواد كل ما يسرع بالعجله، كل ما يسوق العجله اسرع، كل ما يسوق العجله اسرع الكشافات تنور اكبر. هو ايه اللي بيحصل على العجله الورانيه؟ العجله الورانيه فيها كويل وفيها ماجنت، الماجنت ده مع دوران العجله الماجنت ده بيدور، كل ما العجله تدور اسرع يتحرك اسرع، فيقدر يولد كرنت اكبر، ينور كشافات العجله اعلى. اي واحد ابوه كده بيشتري له عجله كده غاليه، بالعجله دي فيها كشافات، الكشافات دي بتنور بدينامو مش ببطاريه خالص، بدينامو مش بطاريه. الدينامو ده عباره عن، الدينامو عباره عن ماجنت وكويل،
ماجنت وكويل. طب لازم يبقى في حركه. حركه ازاي؟ العجله الرمانيه لما بتلف بيبقى في ماجنت راكب عليها، الماجنت ده بيتحرك، فلما بيتحرك قصاد الكويل بيولد فلوكس فاريبل، يتولد كارنت ينور الكشافات. كل ما الواد ما يشوف العجله اسرع يبقى العجله الرمانيه هتدور اسرع من الاول، هيبقى فيه عدد التشينج بتاع الفلوكس هيبقى اكتر، يتولد يمين في اكبر والكارنت اكبر تنور العجله اكبر. تلاقي كل ما الواد ما يسرع قوي بالعجله الكشافات تبقى نورها اكتر بريقا. يبقى لين يقفل خلاص وصلنا اللي هي بتساوي ان دلتا في ال تي، لان عدد التيرنز ودلتا في ال تي الريت اوف تشينج اوف ذا الريت اوف تشينج اوف ذا، حطينا هنا نيجاتيف، حطينا هنا نيجاتيف في ماينس ان دلتا فاي على دلتا تي، ويبقى الفاكتور النمبر اوف تيرن والريت الريت اي حاجه فيها تايم تحت يبقى اسمها ريت، الريت اوف تشينج اوف ذا فلوكس. خلاص فرديه اتكل على الله، فرديه اتكل على الله ومات. ومن هنا قلنا احنا السؤال ده عملناه خلاص، الفيلد واسع عليه نيف الريت اوف تشينج اوف ذا فلوكس وعدد التن وعدد التن. اتكل على الله الراجل وايه ومات. جه بعته عالم اسمه لينز، عالم اسمه لينز كان المساعد بتاعه. لينز عاد تجارب فرديه تاني، لينز عاد تجارب فرديه تاني، رجع تاني عاد تجارب فرديه تاني. هنركز قوي في موضوع لينز بقى، تجارب لينز. لينز عمل ايه؟ لينز جاب ماجنت ان واس وجاب سلندريكال كويل، كويل بالشكل ده، وصله بجالفانوميتر صفر في الوسط، جالفانوميتر الصفر بتاعه في الوسط، جالفانوميتر الصفر بتاعه في الوسط على طول عشان نعرف دايركشن الكرنت، دايركشن الكرنت الكام؟ الكرنت من فوق لتحت او من تحت لفوق. لينز جاب ماجنت وجاب كويل متوصل بجالفانوميتر صفر في الوسط، وهنا مفيش باتري. بسرعه لينز قرب الماجنت من الكويل، لينز قرب الماجنت من الكويل. لما لينز قرب الماجنت من الكويل لقى البوينتر انحرف في اتجاه معين، لحظه وبعد رجع للصفر، معناه ان البوينتر انحرف، معناه ان في كرنت اتولد، لكن لينز لاحظ حاجه ما لاحظهاش فرضيه. لينز لاحظ ان وانا بقرب الماجنت من الكويل في صعوبه في تقريب الماجنت، الماجنت بقربه غصب عنه، في صعوبه في تقريب الماجنت مش ماشي معايا سلس، بيضيق لي كده او بينشف عليا وانا بقربه. طبعا انا بقربه بالعافيه بس وانا بقربه مش مرتاح. لينز لاحظ ان هو بيقرب الماجنت من الكويل في صعوبه في التقريب، بدا يفكر هي الصعوبه دي جت منين؟ قال لك اه لما انا بقرب الماجنت من الكويل يبقى كميه الفلوكس راديو اللي بتخش كويل بتزيد، يبقى هيتولد اندوس دي كارنت، وده لاحظناه من وقت الانحراف، اتولد اندوس دي كارنت. بقى الواد دلوقتي في كارنت ماشي في كويل، الكويل ده سولونويد، ماشي في كارنت، لما كارنت يمشي في سولونويد يبقى سولونويد دي اكت اس تو بي لونج ماجنت، السولونويد ده بقى لونج ماجنت لو اس ولو ان، معنى ان انا بقرب الماجنت ده ومش قادر ان في ريبالشن، ان يبقى الحته دي اس ودي ان. كمان مره وانا بقرب الماجنت من الكويل كميه الفلوكس لاين بتخش الكويل بتزيد، لما الفلوكس لاين بيكون بيزيد هيتولد انديوس دي كارنت، بس تشعيره من انحراف البوينتر في اتجاه معين، البوينتر انحرف يبقى في كارنت اتولد. الموقف دلوقتي السولونويد ده بقى فيه كارنت ماشي فيه، يبقى السولونويد ده اكت اس تو بي لونج ماجنت، السولونويد بقى ماجنت لو اس ولو ان، كوني بقرب الماجنت ده من السولونويد ومش قادر اقربه يبقى هنا بقى فيه اس وهنا بقى فيه ان، هنا بقى فيه اس وهنا بقى فيه ان، فبقى فيه ريبالشن. طيب يبقى اتجاه الكارنت اللي اتولد بقى هنا في انهي اتجاه؟ اه نبص بقى، يبقى وانا بقرب مش قادر اقرب يبقى فيه ريبالشن، يبقى دي اس ودي ان، الفلوكس جوه السولونويد، الفلاكس جوه بيمشي من الاس للان، الفلاكس هو بيمشي من الاس للان اهو بامبير رايت هاند رول، امبير رايت هاند رول جاي لك اليمين، افرد الصمب وخلي صوابعك متدورين، خلي الصمب باصص لتحت، الاربع صوابع باصين لتحت. كمان مره وانا بقرب المجنت ومش قادر يبقى في ريبالشن، يبقى لو ده اس يبقى ده اس وده ان، الفلوكس جوه بيمشي من الاس لان،
افرض هو بيمشي ليس الان امبير رايت هاند رول، الصم ده الكرنت والاربع صوابع دول الفلكس، خلي الاربع صوابع ماشيين من اس للان. بص على الصم هتلاقي الصم رايح ناحيه الشمال، يبقى اتجاه الكرنت فوق العمود ناحيه الشمال، يبقى ده اتجاه الانديوسد كرنت في هذا الاتجاه، اتجاه الانديوسد كرنت في هذا الاتجاه، في هذا الاتجاه، في هذا الاتجاه. كمان مره وانا بقرب الماجنت من الكويل لان في صعوبه في التقريب، فسرناها كالاتي: وانا بقرب الماجنت كميه الفلكس لاين اللي بتخش كويل بيزيد، لما الفلكس يزيد يتولد انديوسد كرنت في اتجاه معين. لكن لاحظنا احنا بنقرب الماجنت ان في صعوبه في التقريب، في صعوبه في التقريب تفسيرها ان لما الكرنت اتولد في الكويل بقى الكويل ده سولونويد، السولونويد لما يمشي في الكرنت يبقى ماجنت، لونج ماجنت، لو اس ولو ان، كوني بقرب الماجنت ومش قادر ان في ريبالشن، يبقى لو دي اس يبقى دي اس ودي ان. يا ترى اتجاه الكرنت يبقى في اي اتجاه؟ بعملها بامبير رايت هاند رول، الفلاش جوه السولونويد بيمشي من الاس للان، يبقى الاربع صوابع بتوع امبير، الاربع صوابع بتوع امبير ماشيين من اس للان. افرض الصمب، لما هفرد الصمب هلاقيه ماشي ناحيه الشمال، يبقى الكرنت ماشي ناحيه الشمال، يبقى الصوابع بتوعنا يمشوا من الاس يروحوا للان، يعني ضوافرنا عند الان، ضوافرنا بتاع الاربع صوابع عند الان، هلاقي الصمب رايح ناحيه الشمال، يبقى الكرنت العمود رايح ناحيه الشمال، الكرنت العمود رايح ناحيه الشمال، رايح ناحيه الشمال. يبقى اقول كده انا بقرب الماجنت من الكويل مش عايز يقرب منه، مش عايزه يقرب منه، مش عايز يقرب منه. يعني في ريبالشن، يبقى لو ده اس يبقى ده اس وده ان، كان الماجنت وهو بيقرب اتولد هنا انديوسد كرنت، الانديوسد كرنت قليل الاصل، هو اتولد بسبب الفلوكس، بعد شويه يتشبع يقول مش عايز فلوكس التاني بقى، خلاص مش عايز فلوكس التاني، مش عايز فلوكس التاني، ابعد عني ابعد عني. يقاوم التقريب بالريبالشن، اقاوم التقريب بتاع الماجنت بالريبالشن، يعني كان الانديوسد كرنت اللي اتولد بعد ما اتولد قليل الاصل بيقاوم الفلوكس اللي سبب بلاده انه يزيد، بقاوم زياده الفلوكس بالريبالشن، بقاوم زياده الفلوكس ان اخلي الماجنت ما يقربش تاني، الماجنت ما يقربش تاني ان اعمل له ريبالشن، اعمل له ريبالشن. البوينت انحرف اتجاه معين ورجع للصفر، وامتى البوينت رجع للصفر؟ لما الماجنت قرب وخلاص وقف عن الحركه، لما الماجنت توقف عن الحركه المؤشر رجع تاني للصفر. يبقى كمان مره انا بقرب الماجنت من الكويل كميه الفلوكس اللي بيخش الكويل بيزيد، بيتولد اندوسد كارنت في اتجاه معين، بيتولد اندوسد كارنت في اتجاه معين، لكن لاحظنا ان الماجنت مش عايز يقرب، مش عايز يقرب منه، فسرناها بان الكرنت اللي اتولد في الكويل ده بقى الكويل ده سولونويد، سولونويد ماشي فيه كرنت، لما السولونويد بيمشي فيه كرنت بيبقى كانه لونج ماجنت، لو اس ولو ان، كوني بقرب الماجنت ومش عارف ان في ريبالشن بين الماجنت والكويل، يبقى لو ده اس يبقى ده اس وده ان. كده الكويل عمل سيميلر بول عشان يحصل ريبالشن والفلوكس ما يزيدش تاني، خلاص اكتفينا بالفلوكس اللي وصل، مش عايزين فلوكس تاني، الكرنت مش عايز فلوكس تاني، الكرنت مش عايز فلوكس تاني. يقاوم زياده الفلوكس بالريبالشن، يبقى دي اس يعمل هو هنا اس وان، يعني الكرنت ياخد هذا الاتجاه. عينا الاتجاه ده ازاي؟ الفلوكس جوه السولونويد بيمشي من الاس للان، يبقى الاربع صوابع بتوع ايدينا، الاربع صوابع بتوع ايدينا يبصوا لتحت، ضوافرنا تبقى نازله لتحت. هبص الاقي الصمب ماشي ناحيه الشمال، يبقى الانديوسد كارنت على العمود ماشي ناحيه الشمال في هذا الاتجاه. وبقى خليك فاكر وانا بقرب مش عايز يقرب منه، مش عايزه يقرب منه، مش عايز يقرب منه، مش عايز يقرب منه. جه بعد كده ننزل كمل وجاب نفس الماجنت ونفس الكويل، بس المره دي الماجنت بدل ما كان بيقربه بقى يبعده، الماجنت بقى يبعده، بقى يبعده. وانا ما ببعد الماجنت كميه الفلوكس لاين، كميه الفلوكس لاين، كميه الفلوكس لاين جوه الكويل بتقل، كميه الفلوكس اللي جوه الكويل بتقل، بيتولد انديوسد كارنت في اتجاه معين في الاوبس دايركشن. لحظه وبعد كده يرجع تاني مؤشر للصفر، مؤشر بيرجع للصفر لما الماجنت يبعد قوي قوي قوي، يبقى تاثيره على الكويل مفيش. سحبت الماجنت على فوق، لقيت يبقى كده كميه الفلوكس لاين اللي جوه الكويل بتقل، اتولد انديوسد كارنت في الاوبس دايركشن مومنتري ورجع للصفر. لكن لينز لاحظ حاجه ما لاحظهاش فرادين، ان هو بيبعد الماجنت، الماجنت مش عايز يبعد، الماجنت مش عايز يبعد، الماجنت مش عايز يبعد. بدأ يفسرها، قال لك وانا ببعد الماجنت كميه الفلوكس جوه اللاين اللي جوه الكويل بتقل، فاتولد انديوسد كارنت. لكن معناه ايه ان انا مش قادر ابعد الماجنت؟ ان الكارنت اللي اتولد ده ماشي في الكويل بقى كويل سولونويد، الكويل سولونويد
لما يمشي في الكرنت يبقى لونج ماجنت، لو اس ولو ان، كل ببعد الماجنت ومش قادر ابعده، ببعد الماجنت مش قادر ابعده، ان في اتراكشن يبقى دي ان ودي اس، بقت دي ان ودي اس. يبقى وانا ببعد الماجنت كميه الفلوكس اللي جوه الكويل بتقل، 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 فبيتولد انديوز كرنت. يبقى الكويل ده ماشي في الكرنت تبقى سولونويد، اكت اس تو بي لونج ماجنت، تو اس ان، كوني ببعد الماجنت مش قادر ابعده، ببعده مش قادر ابعده، ان في اتراكشن. يبقى هنا ان وهنا اس. اتجاه الكرنت يبقى على فين؟ اتجاه الكرنت يبقى على فين؟ الفلوكس جوه بيمشي من الاس للان، الفلوكس جوه بيمشي من الاس للان. يلا بامبير رايت هاند رول، خلي الاربع صوابع باصين فوق، ضوافرك لفوق، ضوافرك رايحين ناحيه السقف، ضوافرك لفوق، صوابعك باصه لفوق، افرد الصامب، هتلاقي الصامب رايح ناحيه اليمين. يبقى اتجاه الكرنت في الكويل على العمود ناحيه اليمين، ناحيه اليمين. هو كده وانا ببعد الماجنت كميه الفلوكس جوه الكويل بتقل، معنى ان في اتراكشن، معناه ان الكرنت خد اتجاه يقاوم نقص الفلوكس، بقاوم نقص الفلوكس بالاتراكشن. فوق كنت بقاوم زياده الفلوكس بالريبالشن، يجي الماجنت يقرب، لا مش عايزك تقرب اكتر من كده، يبقى ريبالشن، مش عايز الفلوكس يزيد، يحصل ريبالشن عشان الفلوكس ما يزيدش. هنا بسحب الماجنت على فوق، وانا بسحب الماجنت على فوق يبقى الفلوكس بيقل، الفلوكس بيقل، الفلوكس هنا كده بيقل، يبقى يحصل اتراكشن عشان الفلوكس ما يقلش. يعني كان الانديوز كارنت اللي بيتولد مش عايز الفلوكس يزيد ومش عايز الفلوكس يقل. لو الفلوكس يزيد اقام الزياده بالريبالشن، ما تقربش اكتر من كده. لو الفلوكس بيقل اقاوم نقص الفلوكس بالاتراكشن. يبقى فوق كان مش عايز يقرب منه، تحت مش عايزه يبعد عنه، مش عايز يقرب منه، مش عايزه يبعد عنه، يجي يقرب منه يعمل سيميلر بول فيبقى فيه ريبالشن، يجي يبعد عنه يعمل انلايك بول او ديفرنت بول فيحصل اتراكشن. احفظ وانا بقرب الماجنت يتولد سيميلر بول في السولونويد، وانا ببعد الماجنت يتولد ديفرنت بول في السولونويد. مش عايز يقرب منه نعمل ريبالشن، مش عايزه يبعد عنه نعمل اتراكشن، مش عايز يقرب منه يبقى على طول اعمل ريبالشن ان اولد سيميلر بول، اولد سيميلر بول. مش عايزه يبعد عنه، مش عايز يعمل يبعد عنه، اعمل ديفرنت بول او انلايك بول، انلايك بول عشان يحصل اتراكشن. يبقى على طول الكرنت مش عايز، الانديود كرنت بيتولد مش عايز الفلوكس يزيد، انا شبعت مش عايز تاني، مش عايز الفلوكس يقل، ده انا هموت لو قال لي هموت، لو قال لي هموت مش عايزه يقل، مش عايز الفلوكس يزيد، مش عايز الفلوكس يقل، مش عايز الفلوكس يزيد، مش عايز الفلوكس يقل. التجربه دي بتيجي ازاي في الامتحان؟ بيجي يرسم لك، ما اقولكش اشرحها، بيرسم لك ماجنت كده وكويل ويقول لك هو داخل او خارج، ويقول لك هنا حاجتين عليها درجتين، اكتب البولز وارسم اتجاه الكرنت فقط، اكتب البولز وارسم اتجاه الكرنت، اكتب البولز وارسم اتجاه الكرنت. هنعمل الكلام ده على اكسرسايز. احنا خدنا كده المجد كان داخل باس وخارج باس، داخل يعني ده ان واس، ان واس، هنقلب المجد ونخليه اس وان ويبقى ده الاكسرسايز بتاعنا، نخليه اس وان ويبقى ده الاكسرسايز بتاعنا، بنعيد الموضوع تاني بس بقلب المجد، بدل ما كان ان واس هيبقى اس وان، بدل ما كان ان واس هيبقى اس وان. ماجنت بالشكل ده يجي لك في الامتحان ماجنت كده ويقول لك الماجنت ده داخل، اكتب البولز وارسم دايركشن الكرنت، اكتب البولز وارسم دايركشن الكرنت. المس قال لي مش عايز يقرب منه، مش عايز يقرب منه، مش عايز يقرب منه، يبقى ريبالشن، يبقى دي ان ودي اس، مش عايز يقرب منه، يبقى دي ان ودي اس، مش عايز يقرب منه، يبقى دي ان ودي اس كده درجه. ارسم اتجاه الكرنت، ارسم اتجاه الكرنت، الفلوكس جوه، الفلوكس جوه بيمشي من الاس للان، الفلوكس جوه بيمشي من الاس للان. هات امبير رايت هاند رول، اربع صوابع بتوعك، الاربع صوابع بتوعك خليهم باصين للسقف، ضوافرك لفوق، ضوافرك لفوق، افرد الصمب، هتلاقي الصمب رايح تو ذا رايت. يبقى اتجاه الانديوز كارت رايح لليمين بهذا الشكل على العمود، على العمود ماليش دعوه بره، ماليش دعوه بره، على العمود رايح كده على اليمين.
اتجاه البوينتر بتاع الجرانومتر نحطه في اي اتجاه، مش ده الحساب مش عليه. الجرانومتر سهمه في اي حته، الجرانومتر السهم بتاعه في اي حته. الحساب على اتجاه الكرنت اللي فوق العمود، اللي فوق العمود. يبقى دي عليها درجتين، يقول لك بقرب، اهو نعيدها تاني بقرب. اكتب البولز وارسم اتجاه الكرنت، بقرب مش عايز يقرب منه. او يجي يقرب منه يلبه. يجي يبعد عنه يشده. يجي يقرب منه يلبه، يعني يضربه. يجي يبعد عنه يشده. خلينا هنا، وانا بقرب مش عايز يقرب منه. يبقى دي ان ودي اس. يبقى عرفنا البولز خلاص وخدنا درجه، دي ان ودي اس. الفراس هو بيمشي من الاس للان. يبقى الفراس طالع لفوق، الاربع اصابع بتوعنا اليمين طالعين لفوق، ضوافرنا لفوق في السقف. افرض الصم، هتلاقي الصم تو ذا رايت، يبقى اتجاه الاندوز كارنت على اليمين. يبقى ادي درجه بولز ودرجه كارنت، ادي درجتين. بنكرر تاني، لو الماجنت اس وان بس خارج، بس خارج، بس خارج، بس خارج، بس خارج، اس وان بس خارج. كده مش عايزه يبعد عنه، مش عايزه يبعد عنه، مش عايزه يبعد عنه. يجي يبعد عنه يشده، يجي يبعد عنه يشده. مش عايزه يبعد عنه، يبقى دي اس ودي ان، دي اس ودي ان، مش عايزه يبعد عنه. يبقى في اتراكشن، يبقى دي اس ودي ان، يبقى موقفنا الحالي اهو. بقى دي اس ودي ان. الفلوكس جوه بيمشي من الاس لان، الفلوكس جوه بيمشي من الاس لان. يلا بايدك اليمين الاربع صابع يبصوا لتحت، ضوافرك على تحت، ضوافرك على المكتب، ضوافرك باصين على الارض. افرض الصم، هتلاقي الصم تو ذا ليفت، هتلاقي الصم تو ذا ليفت. يبقى الانديوز كارنت على العمود، ماليش دعوه بره، ماليش دعوه بالبوينتر كارنت. بص حطه في اي حته، اي مكان البوينتر حطه في اي حته. يبقى الكارنت على العمود تو ذا ليفت، تو ذا ليفت. يبقى وانا ببعد مش عايزه يبعد عنه، مش عايزه يبعد عنه. يبقى اتراكشن، يبقى اتراكشن، يبقى اتراكشن. يبقى لو دي ان يبقى دي اس ودي ان. الفلاس جوه بيمشي من الاس لان، الاربع صوابع بتوعتنا اليمين ضوافرنا باصه لتحت، الصوابع باصين لتحت. يفرد الصام، بلاقي الصام في الناحيه دي، يبقى الانديوز دي كانت تو ذا ليفت، الانديوز دي كانت تو ذا ليفت، تو ذا ليفت. ده اللي لاحظه لينز. يبقى لينز قال لنا لما اكون بقرب الماجنت الانديوز دي كانت بيكون زياده الفلوكس، لما اكون ببعد الماجنت الانديوز دي كانت بيكون نقص الفلوكس. يبقى الانديوز دي كانت مش عايز الفلوكس يزيد، مش عايز الفلوكس يقل. الانديوز دي كانت مش عايز الفلوكس يزيد، مش عايز الفلوكس يقل. يبقى الانديوز دي كانت اولويز تيك ا دايركشن اوبوزيت تو ذا تشينج اوف الفلوكس بزياده ونقصان. على طول الانديوز دي كانت بياخد دايركشن يقاوم زياده الفلوكس ونقصه، يقاوم التشينج اوف ذا فلوكس. على طول الانديوز دي كانت اللي بيتولد، مش عايز الفلوكس يزيد، انا شبعت خلاص، مش عايز الفلوكس يقل. ايه الحل احسن؟ هموت. ما هو لو الفلوكس قل الانديوز هينعدم، مش عايز الفلوكس يزيد، انا شبعت وجت تخمه، مش عايز الفلوكس يقل، احسن اموت. يبقى الانديوز دي كانت بياخد دايركشن اوبوزيت تو، يعني يقاوم ذا تشينج اوف ذا فلوكس بزياده ونقصان. هو ده السر الماينس، هو ده السر الماينس بتاع جروب فاراداي. ان على طول الماينس ده معناه، الماينس ده معناه، الماينس ده معناه الانديوز دي كانت يوزي ميف، الانديوز دي كانت يوزي ميف تيك دايركشن اوبوزيت تو ذا تشينج اوف ذا فلوكس. الانديوز دي كانت يوزي ميف تيك دايركشن اوبوزيت تو ذا تشينج اوف ذا فلوكس، اوبوزيت تو ذا تشينج اوف ذا فلوكس. لو الفلوكس بيزيد ياخدوا اتجاه يقاوم زياده الفلوكس بالريبانشن، لو الفلوكس بيقل ياخدوا اتجاه يقاوم نقص الفلوكس بالاتراكشن. يبقى اولويز الانديوز دي كانت يوزي ميف تيك دايركشن اوبوزيت تو ذا تشينج اوف ذا فلوكس، اوبوزيت تو ذا تشينج اوف ذا فلوكس. يبقى على طول الانديوز دي كانت يوزي ميف تيك دايركشن اوبوزيت تو ذا تشينج اوف ذا فلوكس، اوبوزيت تو ذا تشينج اوف ذا فلوكس. هو ده السيريد ماينس في تجربه فاراداي، هو ده السيريد ماينس. الماينس ده معناه ان وانا اقرب الماجنت الفلوكس بيزيد، يتولد انديوز دي كارنت عليه الاصل، مش عايز الفلوكس يزيد، يقاوم زياده الفلوكس بالريفرشن ان يكون سيميلر بولز على الاطراف. ان وانا بسحب الماجنت الفلوكس بيقل، يتولد انديوز دي كارنت خواف اناني، مش عايز الفلوكس يقل، اقاوم نقص الفلوكس بالاتراكشن. يبقى على طول انديوز دي كارنت مش عايز الفلوكس يزيد، مش عايز الفلوكس يقل، بيقاوم زياده الفلوكس بالريبانشن، بيقاوم نقص الفلوكس بالاتراكشن. هو ده السر النيجاتيف في قانون فاراداي. الام بي اف والكارنت تيك ا دايركشن اوبوزيت تو يقاوم ذا تشينج اوف ذا فلوكس، يقاوم زياده او نقص الفلوكس. هو ده السر الماينس.
ده اسمها لينز رول. لينز رول بتقول، لينز رول بتقول، لينز رول بتقول، عارف لينز رول الدايركشن بتاع الديز ديكارت استاتي ذات اوبوزيت تو ذا تشينج اوف فلاكس كوزنج ذم. الدايركشن بتاع الديز ديكارت استاتي ذات اوبوزيت تو ذا تشينج اوف فلاكس كوزنج ايت دي ايت مش ذم ايت. The direction of the induced current. Direction of the induced current is such that opposes to the change of the flux. Producing it. Or causing it. يبقى وانا بقرب المجلد مش عايز يقرب منه. وانا ببعد المجلد مش عايزه يبعد عنه. وانا ببعد مش عايزه يبعد. يبقى attraction. يبقى لو دي ان يبقى دي اس ودي ان. لو انا بقرب المجلد مش عايز يقرب. يبقى repulsion. يبقى لو دي ان يبقى دي ان. عشان يحصل يبقى repulsion. يقدر اقرب منه. هنا اتراكشن مش عايز يبعد عنه، يجي يقرب منه يلبه، يجي يبعد عنه يشده، يجي يقرب منه يلبه يعني يضربه، يجي يبعد عنه يشده، مش عايز يقرب منه مش عايز يبعد عنه. دي كده لينز رول. لينز رول بستخدمها في ايه؟ الابلكيشن بتاعت لينز رول. لينز رول بنستخدمها ان نعرف بيها الدايركشن بتاع الانديوز دي كارنت جنريت ان كويل فيز تو فاريبل فلوكس. بعين بيها الدايركشن بتاع الانديوز دي كارنت. الدايركشن بتاع الانديوز دي كارنت جنريت هنا كويل فيز تو مواجه، مواجه فيز تو مواجه لفاريبل فلوكس، فاريبل فلوكس، فاريبل فلوكس. الفاريبل فلوكس ده حصل ازاي؟ بانه بقرب الماجنت يبقى الفلوكس بيزيد، او ببعد الماجنت يبقى الفلوكس بيقل. الابلكيشن بتاع لينز رول، الابلكيشن بتاع لينز رول بنستخدمها تو ديترماين الدايركشن بتاع الانديوز دي كارنت. الدايركشن بتاع الانديوز دي كارنت جنريت هنا كويل ماله فيز تو، فيز تو، فيز تو variable flux. واجه الـ variable flux. واجه الـ variable flux. طول شابتر 3 الـ current اسمه induced. طول شابتر 3 الـ current في الـ MF اسمهم induced. عشان دول مصدرهم تغير flux. تغير flux وليس مصدرهم battery. أبوهم وأمهم تغير flux. تغير flux وليس battery. وليس battery. يبقى دي الـ application بتاع lens rule. بنستخدمها to determine الـ direction. بتاع الـ induced current. In a coil. Phase 2. Phase 2 مواجه variable magnetic flux. سؤال question بيقول لي الام اف ماينس 200 دلتا فاي دلتا تي. الام اف ماينس 200 دلتا فاي دلتا تي. الماينس وات ريبريزنت وال200 وات ريبريزنت. الماينس معناها ايه وال200 معناها ايه؟ احنا الكولوم بتاعنا الام اف ماينس ان دلتا فاي دلتا تي ماينس ان دلتا فاي دلتا تي ماينس ان دلتا فاي دلتا تي. يبقى العدد التيرن 200 تيرن، عدد التيرن 200 تيرن. والماينس دي معناها لينز رول. الام اف تيك دايركشن، الام اف تيك دايركشن اوبوزيت تو ذا تشينج اوف ذا فلوكس. الام اف تيك دايركشن اوبوزيت تو ذا تشينج اوف ذا فلوكس. النيجاتيف تايم معناها ان الام اف والكرنت تيك دايركشن. تقول الانديوس دي كرنت او الام اف الاثنين صح. الام اف او الكرنت تيك دايركشن، الام اف او الكرنت تيك دايركشن اوبوزيت تو ذا تشينج اوف ذا فلوكس. تقول الانديوس دي كرنت او الام اف الاثنين صح. تيك دايركشن، الام اف او الكرنت تيك دايركشن opposed to the change of flux, opposed to the change of the flux, opposed to the change of the flux. بعد كده هو الـ unit of measuring. احنا خدنا الفاي في شابتر 2 كان بيه في ايه؟ كان الويبر تسلا متر سكوير، كان الويبر تسلا متر سكوير، كان الويبر تسلا متر سكوير. الـ MF minus N دلتا فاي على تي، الـ MF بيسها بالفولت. الـ number of turning مالوش unit، الـ number of turning مالوش unit. الدلتا فاي بالويبر والتايم بالسكند. يبقى الفولت يعادل ويبر على سكند. الفولت يعادل ويبر على سكند. الفولت يعادل ويبر على سكند. ال ام اف ماينس ان دلتا فاي على تي، ال ام اف بيسها بالفولت. ال ان ملهاش يونت، على التي ملهاش يونت. الدلتا فاي بالويبر والدلتا تي بالسكند. يبقى الفولت يعادل ويبر على سكند، والويبر ممكن افكها لتسلا متر سكوير على سكند. يبقى الفولت يعادل تسلا متر سكوير على سكند، تسلا متر سكوير على سكند. عايزين نعرف الويبر ونقفل بيها حصه النهارده، هنقفل الحصه مش هكمل عشان نحل تلحق تذاكر. عايزين نعرف الويبر. ال ام اف ماينس ان دلتا فاي على تي، ال ام اف بالفولت والان بالترن والدلتا فاي بالويبر والدلتا تي بالسكند. عايزين نعرف الويبر، ديفاين الويبر. لازم الاول اقول الويبر ده تبع مين، ده جاي مع مين، ده ابن مين ده. الويبر ده الماجنتيك فلوكس لاين ويتش جنريت انديوس دي ام اف اوف 1 فولت in a coil of one turn during one second. عايزين نعرف الويبر. لازم اقول ده جاي مع مين، ده من مين، ده تبع مين ده. الويبر ده الماجنتيك فلوكس لاين which generate
Induce EMF of 1 volt in a coil of 1 turn during 1 second, during 1 second. It will work the magnetic flux line will generate induced EMF of 1 volt in a coil of 1 turn during 1 second, during 1 second, during 1 second. هنقف عند for solving the problem. For solving the problem لا دي هنقف بقى عندها مش هناخدها النهارده وهنكتفي بهذا القدر النهارده. الدرس ده هنبدا نذاكره من بعد يوم الثلاث، من بعد يوم الثلاث هنبدا نذاكره. هتسمع الدرس ثاني أربع وخميس وجمعة، أربع وخميس وجمعة، يتذاكروا تاني أربع وخميس وجمعة. بحيث يوم السبت الجاي إن شاء الله يبقى كلامي مفهوم ونبدأ نكمل على هذا الشابتر الجميل، شابتر مسار شكوى جامدة من الطلبة بس أنا بحب أشرحها قوي، بحس شابتر جميل جدا. والطالب الشاطر بيحس إن هو سهل ما هو صعب ولا فيش أي حاجة فيه. بس كده ويبقى الامتحان إن شاء الله يوم الثلاث الجاي الساعة 8، الامتحان شابتر 1 وشابتر 2 كله الثلاث الجاي الساعة 8. بس كده شكرا ونشوفكم على خير. التلات الامتحان والسبت تكملة شابتر 3. أي سؤال؟ معلش تمام، هو النيجاتيف في القانون دي ما تتحطش؟ النيجاتيف دي يا مريم بحطها في القانون. ماشي ما بعد الايكوال ما بن ما بن يعني مثلا حسبت ال 100 طلعت نيجاتيف 8. بكتب ايكوال 8. نيجاتيف 8 نيجلكتد. النيجاتيف معناها مش قيمة. الريك دي معناها ان الايف والكارت مش عايزين فلوكس زيل، مش عايزين فلوكس زيل ولا تقيمه. وبعدين اصبري شويه لان احنا عندنا مسائل وهنشوف ان دي ازاي هنتعامل بيها. بس المهم ان دي مش رقم، مش 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 قيمه عدديه، دي دلاله ان الايف والكارت مش عايزين فلوكس زيل، مش عايزين فلوكس زيل، بنكتبها في القانون. لكن بعد الايكوال او الايكوال 8 او الايكوال 8 واكتب ما بين قوسين النيجاتيف نيجلكتد، النيجاتيف كان بي نيجلكتد او نيجلكتد. هنشوف الكلام في المسائل، هنشوفها في المسائل الحصه الجايه. بس هي مش قيمه عدديه، مش قيمه عدديه، ما هيش قيمه عدديه. دي بس بتعرف لنا ان الاي ام اف والكرنت دول قليلات الاصل. مش عايزين الفلوكس يزيد ومش عايزين الفلوكس يقل. بقاوم زياده الفلوكس بالريبانشن بتكوين سيميلر بول. بقاوم نقص الفلوكس بالاتراكشن بتكوين ديفرنت بولز. تمام. طب بالنسبه بقى النور في بيتنا بقى. بتري النور في بيتنا. ماشي. بطري ولا انديوزد؟ النورس ايه؟ مش في بيتنا، منزلنا إيه؟ منزلنا الكهرباء في بيتنا. مالها؟ بطري ولا انديوزد؟ بطري. ايه مش بطري؟ لا مش بطري. بعدين نعرف هذا الكلام، بعدين نعرف هذا الكلام، او ممكن ممكن ارمح لك بسرعه يعني، بس هنعرف الكلام ده في شابتر 4. اخر شابتر 3 وشابتر 4، اخر شابتر 3 وشابتر 4. النور في بيتنا بيتولد ازاي؟ من السد العالي. صح؟ ازاي السد العالي بنولد منه كهرباء؟ السد العالي بيبقى فيه نهر النيل، الميه نازله من فوق من ارتفاع عالي. حاجه اسمها تربينات تحت. التربينات دي معناها عباره عن كويل محطوطه في وسط ماجنت. ثم الميه تنزل تدور الكويل في وسط ماجنت. يبقى كده الكويل بيتحرك في وسط فلوكس، في حركه يبقى في بركه، يبقى يتولد كرنت يتبعت لنا من اسوان للقاهره. علينا الكلام ده اخر شابتر 3 وكل شابتر 4. شفت؟ يبقى مش مش بطاريات. كرنت بيتولد لحظه وينعدم. طب ليه ما بينعدمش في بيتنا؟ الميه نازله على طول. التوربينات الكويل بتلف على طول بلا توقف 24 ساعه بلا توقف. فيبقى الكرنت اللي بيتولد مستمر. وصلت؟ تمام. طيب كده مش عاملينه بطاريات، البطاريات مكلفه جدا جدا جدا، غاليه جدا. ان ننور ببطاريات خراب بيوت. اقتصاديا مكلفه، لكن الكرنت اللي بيتولد بالميه دوت شويه ميه من عند ربنا، ربنا يستر بنت اثيوبيا ما تمنعهمش. ميه كده نازله من من اعلى جبل اللي هو السد العالي ده، جبل بتنزل منه الميه باندفاع رهيب جدا على اسفل كويلز محطوطه بشكل معين. تقوم الكويل دي تلف والماجنت ثابت. خلاص بقى في حركه، بقى في بركه. يتولد الكرنت، والكرنت هيفضل مستمر على طول طالما الميه نازله على طول. لو الميه قطعت بقى ولا حاجه مصيبه سودة، ده لو اثيوبيا بقى
عملت معانا موقف كده ولا بتاع، هيبقى مشكله كبيره جدا. فبنضطر بقى نولد كهرباء باساليب اخرى، بالبخار يعني، الكويل بدل ما ادورها يا مريم، الكويل بدل ما ادورها بالميه ادورها بالستين بالبخار، ماشي. حاجات كده يعني. بعدين ما علي انا الكلام ده، ما هناخد كل حاجه احنا من خلص شابتر 8 نبقى خدنا كل حاجه في الدنيا. ففي طلبه بينتحروا بقى بعدها، بيبقوا عارف كل حاجه خلاص ما عدا الموت، فيقول لك ضرب الموت بالمره عرفته، فيروح منتحرين. ففي انتحارات لو بسبب الفيزياء مش عشان صعوبتها ولا حاجه، لا هو بيبقى هو عارف كل حاجه في الدنيا ما عدا الموت، فبيروح منتحر عشان يجرب الموت هو رخص بالمره يعني. بس كده ونقفل على كده النهارده ونشوفكم بعدين. طب معلش بس بالنسبة للملزمة، الملزمه هتوزع يوم الاربعاء، اللي عايز ياخدها بي دي اف ابعتها له يطبعها هو اوكي، اللي عايز يجيها يجي سنتر يوم الاربعاء اوكي، وهبقى اقول الساعه كام. ماشي تمام. بس تقولوا لي في ناس قالوا وانت ما قلتيش، لو عايز لا انا هاجي السنتر، اللي ده زي ما انت عايز، الاثنين صح، الاثنين متاح، ده متاح مش عارفه اطبعها بصراحة، فانا هاجي اخدها. المكان، وبيقول لك باخدها بي دي اف واطبعها انا في اي مكتبه عندي اوكي، مفيش مشاكل، اللي عايز بالسنتر اوكي مش اي مشكله، بس هتبقى الاربع بعد الامتحان على طول، بعد الامتحان على طول الاربع، واحنا ما خدناش غير هو ثلاث اربع ورقات، هبعتهم الثلاث اربع ورقات هبعتهم برضه، عشان لو حبيت التكريم قبل يوم الثلاث هيبقوا متاح عندي، هبعتهم، هبعت الاربع ورقات دول بي دي اف اللي احنا خدناه. خلاص كده؟ بيكو عندي حاجه؟ ايه؟ بيكو عندي حاجه؟ لا لا في البلد كده. السلام عليكم، لو قلت اي حاجه بتتست بيها على طول. ماشي مش عايز يخرج ليه؟ مش عايز يخرج.